التي يقوم بها قطاع الصحة في إطار محاربة الأدوية الفاسدة والمزورة، سعيا من القطاع إلى توفير دواء يستجيب للمعايير، وذلك تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني الذي تعهد بإصلاح قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا وواحدا من أكثر القطاعات التي يتأثر بها المواطن. إذن مشاهدي الأكارم، في هذا الإطار تتنزل استضافتنا الليلة لمعالي وزير الصحة الدكتور محمد نمير والحامد. أهلا وسهلا بكم معالي الوزير. أهلا، أرحب أيضا بطاقم معاليه الذي يحضر معنا هذه الحلقة. أهلا وسهلا بهم كلهم باسمه وبصفته. مشاهدي الأكارم، معي أيضا مجموعة من الزملاء والمدونون يشاركونني في نقاش معالي الوزير وإدارة الإشكالات الأساسية المرتبطة بالصحة. بكل واحد وواحدة منهم أرحب باسمه وصفته أيضا. سيتركز نقاشنا مشاهدي الأكارم حول مجموعة محاور نأمل أن تغطي الإشكالات والانتظارات الأساسية التي يرغب المواطنون أن نثيرها مع معالي الوزير، مع أن الوقت ضيق والإشكالات كثيرة ومتشعبة أيضا. إذن أجدد الترحيب بكم معالي الوزير الدكتور محمد نذير الحامد. شكرا. في البداية نفسح لكم المجال ثلاث دقائق لتخاطبوا المواطنين والمشاهدين وتؤطرون هذا النقاش الذي نأمل أن كما أسلفت يصب في انتظاراته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أولا شكري للتلفزة هذه الاستضافة اللي بالنسبة لنا احنا مهمة بها، اللي تعطينا فرصة نبلغوا للمواطنين سياسة القطاع تماشيا مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ الغزواني. ونختار نأكد هون عن هذا التعهدات حتخرصهم وتبع عن السياسة الواحدين فيها احنا راجين يفهم كل حد منها عن هدفه الحقيقي عندنا هو المواطن الموريتاني وهو الغاية ملي. معناها الغاية والهدف هو تحسين صحة المواطن الموريتاني. وهون اختارنا سابق ندخل الموضوع بالعجلة نشكر الجميع عمال الصحة اللي في كل بلدة من هذا الوطن، وكل منهم متفانين في العمل، وكل منهم طارحين لأخلاق المواطنين، وكل منهم ماشيين في الهدف أساسي عندنا. ونشكر ملي الشركاء، نحن عندنا قدر من الشركاء الأول منهم المدارك التلفزة عن المدارك، منهم هذه الخطة اللي مقابلين اللي مهم عندنا الواحدين فيه، وإذا لا يحلف فيه الليلة به اللي يعاوننا نحن في تنوير الرأي العام، ومنهم المواطنين هم رؤوسهم ولا فايت علينا استجابتهم لذاك ولا فايت عليهم ذاك مواكبة العدلنا في هذا لواحدين فيه اللي منهم عندنا فيه أن تكون هذا الواحدين فيه يصب في أهم في اهتماماتهم. نختار هون نوهم اللي بهذا الطاقم اللي معايا هون اللي هو اللي في الحقيقة ياسم الناس يقول وزير الصحة، قال وزير الصحة ما يعدرش دون الطاقم ودون ذاك الطاقم اللي وراه اللي ما هو حاضر الليلة، وهذا مهم عندي كتنا نأكد أهميتهم بهذا الواحدين فيه. العجالة ونعقبون رجعوا لأشياء محددة إلى ذات الضرورة لها. السياسة الصحية وهو تعهدات ماشيين الغاية بعد سنوات إياك نوصول هذا عن هو النفاذ الشامل، الخدمات الصحية ذات جودة عالية لكل مواطن. أنا كل مواطن بلد منين في الوطن إلين يوقف ما هو صحيح ولا هي الداوة يعد ما عنده أي إشكالي في جبرة، مش أولا قريب وثانيا في متناوله ماديا، معناها ما هو عاجز عن يجيها لا بها اللي بعيد ولا بها اللي واعر. وهذا له يؤخذ ضرورة على تأمين صحي شامل
هو الخطة اللي بعد سنوات على الوصول إليها. أي موريتاني عنده تأمين صحي يسوى عن طريق المؤسسة والعمل الواحد فيه، ويسوى عن طريق هو الرأس مباشرة، ويسوى إلى عد عاجز تماما عن طريق الدولة هي اللي تصرف عنه إلى يعود عنده تأمين صحي. قال هيا يكون وصوله خارج المحاور الأساسية، يكون وصول هذا هو نفاذ المنشأة الصحية، ما عنده ذا اللي يالله ما هو مزي شيء. عنها لا بتعود هي رأسها موجودة، ولا بد يعود عندها الأثاث والتجهيزات اللي يالله، ولا بد يعود فيها طاقم بشري عنده كفاءة وعنده اندفاع، ولا بد يعود أدوية جيدة. هذا المحاور فر لا بد منهم لين يخلق يعود عقب ذلك خرصوا الصيغة اللي قد كل حد يعود عنده نفاذ هذا. ولا نحاول نخضع عليهم بالعجلة كلهم وحده، إياك نعطي فيهم أشياء ونقول لا نعقبوا كيفتنا. أولا هاي المنشآت وتجهيزهم، هذا هم فيه بعد قاع اليوم الحالة عن الوطن، ما هو في نفس النظام في التشور نقدر نجبر ياس منشآت الفريف، نجبر شم منشآت ما هو ياسر، ونجبر حتى فريف مناطق عندها منشآت تقاربة ومناطق تباعد ما فيها منشآت. هذاك لا بد واحد ذاك نعدله خارطة صحية، والله خارطة صحية يتأكد من كل موريتاني وفضار في سنتين والله لا أكثر شيء يعود ما بينه أكثر من 10 كيلومترات من نقطة والله من مركز والله من مستشفى، وهي الخارطة موجودة محول فيها. والأولوية فيها بها لا بتخلي بتدريش، لا تبدأ بذوك المناطق الريفية النائية، وخاصة من ذوك ذات الفقر، وهذا متماشي مع أولويات رئيس الجمهورية كيف قال في خطابه التالي الأهمية العاطي لهاي المواطنين اللي ذوك الفئات الهشة من المواطنين الأساسيين عندنا. في هذا النطاق نبقي هون نقول عنا نحاولوا في السنة الجاية إن شاء الله عن هاي المنشآت اللي موجودين فيه وذي اللي يطرأوا يعود تسييرهم ومشارك فيهم المواطنين عن طريق البلديات وعن طريق المجالس الجهوية، وهذا قانون موجود نحن عدوا إلى أن نطبقه. يا الله يعود المواطنين هم اللي يسيروا منشآتهم عن طريق ممثلينهم، هذا اللي أكد أن نحن أنهم ماشيين في نطاق ذاك اللي دور المواطن، وثانيا أكدنا عن المواطن عنده عين عليه الخالق ويتأكد من هاي الموارد سواء مادية سواء بشرية عنهم الصبة ذاك اللي دور. وهنا نبقينا نلفت نظر على شيء خاص شوي في هذه المنشآت، هم المستشفيات. مستشفيات حالتهم خاصة، الناس تعرفهم موجودين، يقير فيهم إشكالية متينة بهم اللي ما هو ينتسيرهم ولا هو ينتكاملهم، والصحة عندها حالة خاصة لها إلي ما يتواجدوا جميع المعايير في وقت واحد صحة ما تخلق. أنا هالمستشفى إلي ما يعود عنده المصادر البشرية وعنده تجهيزات وعنده النظافة وعنده نظام باط وعنده الجودة وعنده المراقبة وعنده التكلفة ما يقدر نوصل للحال. وهذا في المستشفيات واحد ذاتية في خارطة المستشفيات اليوم نواقشوط فيها قدر المستشفيات غير وياسر منهم يعدل نفس الشيء. هذا في تفراق للجهود لنحاولوا كان نجمعوا هاي الجهود، يعود كل مستشفى عنده مصالح متواليها نجمعوا فيها كل مصالح نقوم من مردوديتهم، اليوم هم متفرقين وإذا طارحنا إشكالي. و2020 هذه في الخطة اللي وحنا فيها نحن وحنا فيها من الأسبوعات والله ربعة وكنا في الداخل ذاك النطاق وإذا هم نحلاك موفوه في نواقشوط في المستشفيات يعطينا الأولويات الأربعة أولويات أساسيات. لو حالة استعجالية كل مستشفى ما عنده حالة استعجالية بمعنى الكلمة ما هو مستشفى. والثاني لنعاش لا بد مستشفى يجبر حالة بيه اللي دور المستشفى الأول أن يسلك رقاش يسلك الموت يسلك من حالة خاصة سابق تليه وحال في الأشياء الأخرى. والرواية الثالثة هي رواية الأمومة ماترنيتي بلد مرأة حامل والله لا يتنفس عندها حالة خاصة. والرابع النقل الصحي معناها سيارة إسعاف لا يقدر تشيله من بلدة لبلدة به اللي يقدر يعود المستشفى ما فيه اللي يالله يالله يرفدوا والله من مركز صحي. وإذا نطاق نختار نقول عن وزارة الصحة قبل التزام على رأسها عنها إن شاء الله من بداية يناير النقل الصحي فر معناها الرافع من عند ولاية وعد نواقشه لا يتكلف تكاليفه لا تلمي أرضها إن شاء الله ومخلصينه لا يتولاها وزارة الصحة إن شاء الله. سابق نوفى عن هاي رواية المنشآت نتطرق فيها شوي للمنشآت الخاصة اللي هو الطب الخاص اللي هم المصحات والعيادات. وياسر من الناس اليوم يقول انتم احدكم ترصفوا على صيدليات ما تحرموا اللي في العيادات والصحات. والسؤال وارد قال الحاله بسيطه احنا جينا عندنا قدامنا مسطره قانونيه للدويه والمصحات اللي تلدويه محينه من 2010 وصالحه وبدنا نطبقوها.
لمصحات العيادات ترجع ل 1982 ولا صالحة تماما وخاوية ما فيها شيء. وإذا طبقناها اليوم لأن نقول أن جميع الخارج من العيادات مصحات أنه جيدة عالية به اللي هو المطلوب منه شوية به اللي يعدل زمن عندنا من صحة واحدة، لأن واحد ينظرك من الصلح هذا المرسوم ذيك المسطرة القانونية للعيادات مصحات إلى نحينوه ونعدلوه صالحة نبدأ إن شاء الله تطبيقها، وبينها مع تخرج ناحية أدوية عندنا قوانين صالحة بدنا نطبقه. هذا كان رواية المنشآت كيف تقبل أن ينطول. حتى الثاني المصادر البشرية وحجر الزاوية أساسية الصحة، إلي ما تعد عندها كادر بشري عنده الكفاءة ومندفع ومتمولك في شغلته ولا يتلقى المريض بذاك يا الله ولا يرفق به ولا يعدل به يا الله ما لين وصول لهم دور. وهذا كيف تفهمه فريق يطلب ياس من الأشياء، أولا يطلب تكوين، واليوم عندنا 5 مدارس وعندنا كلية، مدارس تابعة وزارة الصحة، الكلية تابعة وزارة التعليم العالي، غير في تشاور معها في تحسين ذاكفر، غير هذا لابد نحسنه من أداها والمدارس والكلية، يا كذا اللي يخلنا من الطاقم البشري يعود بعد قاع عنده تكوين الأساسي، قد التكوين الأساسي إلا مرحلة، لين يوخى ولا يجبر مناخ صالح العمل، ولا يجبر تكوين مستمر، ولا يجبر متابعة، ولا يجبر تحفيز يا الله ما نجبر ذيك النتيجة، لأن تفهمه الأشياء اللي واحدين فيها، إذا فهم التكوين، غير فهم التسيير. واليوم الا حد خرص المصادر البشريه وعندنا منهم اكثر من 6000 رجاج حسب درجات فر للحكومه، ياسر منهم تلاحق في المواكشوط، واللي ما تلاحق في المواكشوط تلاحق في عواصم الولايات، وشهر من المشكله في تقسيمته واذا محول فيه ومقبل فيه مقرر اولا ياك يصلح ويعدل ذلك بشفافيه وبعداله اللي هو تفكتي ارباقيش اللي يعود كل حد حسب ذاك اللي معايير مطروحه وعدلت اللجنة ودخلوا فيها النقابات والجمعية معناها الأسلاك وهم والمنظمات المهنية، إياك نتأكدوا من شفافيته ومن عدالتك اللي يعدل فيه، وهي اللجنة هي اللي تقوم تطبيق ذوك المعايير إياك تأكد أنها نوصل إلى المحور الثالث عقب المنشآت المصادر البشرية هو الأدوية. الأدوية وكلم عنها ياسم الكلام لآخر الزمن، وانا اعرف ان قاع ياسم الخرطه قد يعود وقال ان اذا وحلت فيه انه ما هو المهم ضرب بيه، المهم الادويه ولين نوصل للادويه. الادويه حد هامه الهدف فيها شنو؟ الهدف ان يعود اي موريتاني يسوى شاري دواء والله معطيله من المستشفى والله من صيدليه والله من مستودع يعود الدواء جيد وفي متناوله. هذا يطلب اولا على نظم القطاع، وهذا قوانين معدلين اياك نظم القطاع اولا، معناها يقولوا الصيدليه معناها شنو؟ المستودع معناه شنو؟ وحنا فيه ذاك شنو؟ انه يعود ما تلا عندنا ما هو صيدليه معنى الكلمه ومستودع معنى الكلمه. يعني يفوت عندنا هذا حد نعرف قال خرصه كان يدير فيه جيد ولا ما هو جيد، وقاع حد روايه قاع ما هي صيدليه ما انا مخرصين كان عنده جيد هي اللي نقفلوه فتو، يعني ما هي صيدليه، بها اللي ما يتابع المعايير اللي في القانون. وهون نبقى نتطرق للنقطه نقول لا نرجعوا لها بالتفصيل حسب اللي الله طلب عند الخلطه. هذه 200 متر طرحت ياس المشاكل، احنا قاعدين نقول فيها شيء بسيط، هم 6 معايير في القانون طبقناهم لكل حد، كل صيدلية والله مستودع عندها عيار واحد قالها أعطيناها إدارة شهر ولين مهلة ولا عاد ما استوفاها قفلنا به القانون قفلة. قد النظر عن ذاك الأخر نقدر نرجع لتفاسير شو الداهي غير بعد هذا هو أساسا. إذا يعني ننظم القطاع لذلك وعدنا متقدمين فيه، لأن بدأوا ذلك ناحية رقابة الجودة. اليوم كنت في زيارة مركز جودة الأدوية بين خرص حالته ولحقته الحمد لله عاد كان قاعد متقدم، وآخر زمن عدلنا له قدر من العون في الأسبوعات الماضيين الشهر الماضيين، اليوم عادي قد يبدأ عمله وإن شاء الله هو يبدأ عمله ما هو باطي اللي مسطرة اللي تأكد أنه شيئا فشيئا عن الجودة في ذاك اللي مطلوب إن شاء الله. وإلينا إلينا إلينا نستوفاو نظم القطاع ونتأكدوا عن أدوية جيدة فهم رواية أساسية، ياك ما نفتروا دوما في تخراص كل الدوايا كانوا جيد والله ما هو جيد ولا يزقنا ياسر من الجهود والمال، يا الله يعود نظام استيراد موحد متاكدين قاع انه اصلا جاي جيد، يبقى لنا عقب ذاك رويتين لين يدخلنا هون، يبقى لنا يا الله تخزينه جيد ونقله جيد. احنا ما لنا شي اسبوعات ما هم ياسرين، محكومه سياره نقل عليها لها 20 كاس في الشمس ماشي 4 سوايع بعد تشرب، هذا بصفته يسوى قاع كان جيد يدور يخسر في الطريق. ذا هو الودا قلنا اساسي ان هذه كاميك اللي هي هذه مركزيه الادويه، لان اعطوها من امكانيات تعود تخزينها مؤكد
ونقلها مؤكد، ونفرض على كل حد لا يستورد عن طريقك الطريقه اللي تكون موحده ان يؤخذ عن طريق كمك، يتاكد ان تخزينه بصفه جيده ونقله بشيء جيد. اي مورد سوى عليه هو راسه باستغلاليته يعود عنده زاد هو تخزينه مؤكد ونقله مؤكد، ولا عندنا مشكله ادارته ولا ادويته ان شاء الله. هذا هو الاساس يمكن تلقينا عدل كتدخل اولي، وان شاء الله احسب ذاك الاسئله وجزاكم الله شكرا جزيلا لمعاليكم. طبعا انا كيف ما اشرت في البدايه نقاشنا لا يتركز حول مجموعه محاور. المحور الاول لا يعود يعنى بالوضعيه الصحيه الراهنه في البلد، والمحور الثاني اللي نجو فيه سياسه توزيع الادويه، والثالث اللي نجو فيه على نظام الضمان الصحي، والرابع اللي نشوفوا السياسات المتبعه على مستوى الموارد البشريه، وعاد بدنا نقدر نشوفوا متفرقات باذن الله تعالى. في المحور الاول اللي هو الوضعيه الصحيه الراهنه في البلد، معالي الوزير كيف تقدموا للمواطن اليوم الوضعيه الصحيه في موريتانيا من خلال أرقام ونسب؟ شكرا. الوضعية الصحية في موريتانيا، موريتانيا واحدة من هؤلاء الدول اللي تعتبر اليوم في الناحية الصحية لا عندها مازال مجهود ياك تحسن منه. نحن راك نعيش اللي يقولوا الفرنسية ترانزيسيون ابيديميولوجيك، والله زاد تحول الوبائي. اصلا شنو خلق في الدول المتقدمه انهم كان عندهم امراض منتقله وبدات تنقص، وجاوا بلدها امراض مزمنه غير منتقله كيف امراض القلب وذاك كله. اشكاليتنا احنا ان تراونا ذو الامراض المزمنه ماتوا فينا من ذو الاخر، وتكامل علينا هذا وعاد نثقل على الناحيه الصحيه. انا هنا اليوم وفيات يخلصوها الحقوق، وفيات الامهات تتخطى 500 مراه لكل 100,000 ولاد. خلينا نقول لكم على الدول المغاربيه اقل من 100 اللي 40 واللي 50، معناها انه بعيد. معناها شنو؟ معناها هذول الاخر في القطعه نقدروا نسلكوا منه، لان احنا ما بيننا معاهم همش، معناها نزلنا في مستاخير حتى. وفيات كمثال اطفال اقل من السنه 70,000، كل 1000 يشير تخلق 70 منها ما يتلحق سن السنه الاولى، و100 والله 100 زايده ما يتلحق السن الخامسه. هذا زاد هو مهم. ينخرصوا اليوم في مستوى الدول الغربية كمثال، الحكومة ما تلحق 20. وإذا نقولوا نحن عن معناها ذوك الأسباب الآخرين اللي بين العشرين عندهم هما والسبعين عندنا احنا، معناها أسباب اللي قد تسلكوا منها هي اللي قد دول تسلك منها. وهذا من ينخرصوا أسبابه من الحكومة كيف قلت. أولا فما ناحية وبائية مهمة حول قدر من الأمراض، ومنهم الملاريا ومنهم السداء، وهو قاعد الحمد لله مهم حتى منهم الملاريا ومنهم الاسهالات ومنهم سوء التغذيه. يعني خرصوا من ناحيه الامهات من الحكومه، من السبب الاول هو ضعف المتابعه. اليوم نواحي اقل من كل 5 عليات واحده منهم ما تتابع تماما، ومن كل 5 عليات 2 منهم ما يبراو في بلد اللي يلا يبراو فيه، ما يبراو في المنشات الصحيه والله تحت رقابه صحيه. وهذا مودي عن ذكر الوفيات اثناء الحمل والله في اثناء ولاده والله بعد ولاده مهمه وطرح عنا اشكاليه. هذا اللي نقولوه، ونقولوا شود موريتانيين عندهم ذي الحال، لكن نقولوا خرصوا من درا شنو هي نفاذهم للصحه كيف قلت قبيل. نلحقوا ثلثين من الموريتانيين هم اللي عندهم نفاذ للصحه، معناها فهم ثلث جغرافيا اكثر من 10 كيلوات، ونعتبر من حد اكثر من 10 كيلوات من المشي صحيا وما عنده نفاذ اللي يلا. قال قاعد يكثر ذين يخرصوها الحقول شو منهم اللي قريب من المنشآت قال ما هو قاعد يستفاد منها به الناحيه الماديه، به اللي ما عنده لها نفاذ مادي، وهو لين ما يعود عنده نفاذ الخدمات الصحيه ما هو يجبر النتيجه اللي هي الوقايه والله العلاج الحالات. احنا هنا المشكله الحقيقيه هذا، ولا نبقى نطول لين نرجع نفس الحالات اسباب هذوك كنا نقولوا من اللي مصادر بشريه عندنا في مشكله جودتهم وحالتهم. نختار مودي تقدمونا توصيف خارطة البنية الصحية القاعدية اللي موجودة على المستوى الوطني، سابق نفسح المجال الزملاء في هذا. والله نحن على مستوى الوطن عندنا 747 نقطة صحية. نقطة صحية نقولها نحن الأبعد مش وسقرها، وفيها عادة ممرضين والله ممرض وقابلة والله مساعد قابلة، هو اللي تعود عادة في البلدية الصغيرة والله في القرى.
وعندنا 115 مركز صحي اصلا كانوا لا في المقاطعات قال الحمد لله زاد وعادوا درك في المراكز الصحيه وعادوا قاعد في البلديات كبار نقولوا مركز صحي معناها عاد عنده مش اكبر وفيه طبيب دكتور وفيه عاده قابله ومعاهم مريض والله اثنين وعندهم حاله نقل صحي وعندهم قاعد يخبر وعندهم رجو صغيره معناها انهم عندهم الاساسيده وعندنا 26 مستشفى اهل 20 منهم في 24 منهم في الولايات بين واكشوط والولايات واثنين في المقاطعات ثلاثة قاع المقاطعات ثلاثة 20 بين الولايات والواكشوط قلين خرصوهم هذو نلحقوا هذا 747 نقطة صحية 40% اليوم منها قد نقولوا انها ما هي عملها ما هو صالح ما هو مكتمل الا اللي قالين مصادر بشرية معناها فيها الا مريض واحد والله قاع مساعد مريض والله قالين الادوية ما هو قاعد ينفذلهم والله ما عنده مبرد معناه انه ما يقدر يعدل تلقيح للاطفال معناها قالوا شيء 40% منهم ما مشتغلين اليوم وفي زيارتي التاليه لولايات العصابه وتقانت والبراكن وقرقل مكنون نشوف حالتهم فيهم قاعد يلا بينياتهم يعدلهم شيء وفيهم اللي التجهيزات اللي عندهم يلا عاد ولينا قبضوا المراكز الصحيه نشبروا 15% منهم اليوم ما تشتغل على الحاله يلا يقولوا قاعد عندنا لهين يقولوا انه ذوك اللي منهم حق مكتملين تامين ما يتخطاوا 70% منهم هي اللي مكتمله تماما من قد المصادر البشريه ومن قد الادويه. والادويه خاصه في هذه المراكز والنقاط اليوم طارحين مشكله بهم اللي النظام اللي كان خالق اليوم ما تم موفر بالاسعار الطبيعيه وبالدوام الادويه في نقاط ومراكز وهذا من المحاولين يشتغلوا عليه على مستوى من اول دور المركزيه الادويه واليوم عندها عندهم مثريات جوهريات عنها تتوفر هذه الادويه بمتناول الجميع وبصيغه يعودوا ما يقدروا يقطعوا ويعودوا ملي الى ان باعوا للمواطنين باعوا لهم بهون غير معاها ربح بضئيل لا يوفر للمركز ولا النقطه انه يكمل بدشته يكمل امكانياته الماديه على ذاك اللي تعطيه الدوله. شكرا جزيلا. اذا لا ينفسحوا المجال الزملاء لا ينسنتوا بحمل البو محمد الامين والفاضل وليلى طبعا عقب ذلك نعود حد وباقي اخرين. السلام عليكم. السلام. اشكر معالي الوزير والطاقم اللي معاه الجهود اللي قايمين بها في المشهد. اشكر التلفزه على الاستضافه. محمد الامين الفاضل مدون ناشط في المجتمع المدني في مجال قدود عنده علاقه شويه بالصحه اللي هو حمله التوعيه ضد حوادث. سؤالي اللي هنا طلع انتم تكلمتوا عن المنشات الطبيه، تكلمتوا عن المصادر البشريه، تكلمتوا عن الدواء. اللي ملاحظ ان الثقه بين المريض والله الثقه بين المواطن وهو الجهات الثلاثه اللي ما هي قبال حتى جيده. لا سواء تعلق الامر بالمستشفيات او تعلق الامر بالدواء او تعلق الامر بالاطباء. معناها ان نحن محتاجين لبناء هاي الثقه بين المواطن والله المريض وهاي المنشات الثلاثه. من ذلك كان انا اشيد بشجاعتكم في الواحدين فيه خصوصا مجال الدواء، من ذلك كان قد توقعوا خطوات في اتجاه بناء الثقه بين المريض وهاي الجهات الثلاثه. ونحن نلاحظ خلال السنوات الماضيه والله خلال الفترات كامله ان قطاع الصحه والله الاطار الصحه اللي نتكلم يقولوا دائما ندفع جهود جباره لاصلاح القطاع ونحن من الصعب ان نشوفوا حد من الاطر الكبار اللي يداووا في المستشفيات يسوى من امراض بسيطه. هذا اللي نقدروا نلاحظوا في وزاره التعليم نسمعوهم يتكلموا جهود جباره وقفزات نوعيه مجال التعليم والاطر الكبار ما هم قادرين يدرسوا في المدارس العموميه. شكرا. نقدروا نشوفوا مثلا في صونالك مدير شركه الكهرباء يقعد عنده مولد في داره. معناها ان احنا ندوروا من اجل خلق الثقه كانكم تقدروا تعدوا خطوات في الاتجاه عودوا لمرضى اللي ما هي صعبه حتى اطر الدور الكبار يشافوا الدواء ومستشفيات الصحية. وشكرا. شكرا جزيلا محمد الامين. احمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله. معالي الوزير وطاقم مشاكلكم جدا احمد البومتي من المساحه. طبعا احنا زملاء بلد الاسئله تعود ياسر لان حاولتوا ان نطرحوا اللي قدام نطرحوا الاسئله بسرعه. تكلمتوا مع الوزير عن نقاط صحيه. نقاط صحيه طبعا احنا عندنا مشكله فعلا لانها ما فيها الكادر البشري من اطباء ومريضين كفايه ولا فيها ادويه الكفايه اللي كافيه
وهم اللي مشكلة عن مواطنين لأن منهم وجع راس في قيس عادة طبل كبير وبتال كبير عن نقاط صحية قاع فصل حق طرح مشكلة كبيرة بي اللي فهم وعي مواطنين فعلا مطروح فعلا فهم مشكلة الأدوية هي المشكلة الحقيقة كامل خالط معهم اللي الأدوية ظل عن الموريتاني لا بتحضر ضد الموثقة في الموضوع اللي ما خارجين اثنين تلاو مختلفين على الأدوية في موريتاني عن إما مزورة وذاك هو الاحتمال الكبير الخلع عند المطروح الأدوية محورنا قد عود كبزن دون شد وقت عن أخباره وعلى كل حال بعد الطريقة اللي محفوظة بها كيف قلتوا حتى لو كانت قاعنا على الطريقة المحفوظة بها ما هي طبيعية فهم اللي الاستعمال العشوائي للانتيبيوتيك بصورة عامة لكل حد قد يبيعهم كل حد قد يشريهم وهذه هذه 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 المشكله الحقيقيه هي اللي المواطنين يختاروا حد يتكلم عنها ويختاروا حد يجاوبهم شو عدل فيها فعلا وش فاتوا عدل فيها وهي كامل يحتاج مال من درا كانوا عندكم والله مو عندكم والله لا كلام سياسي اللي احنا ما سمعنا عن بجتكم زادت ولا ما شفنا قبال الكروايه واضحه وحتى الناس اللي كانت مسؤولين مديرين كاملين في الوزاره اللي كانت على الاقل متفقين عن الفساد كان خارج باللي توما راك عندكم سمعه عندكم تاركين تعدوا شغلتكم وثقيل بلد حق مرحله اللي عاد يشكر حد عدل احنا شاكرينكم طبعا قال ثقيل عن الحق المرحله اللي عاد نشكر حد عدل شغلته مفروض حد عدل شغلته ما يشكر فعلا ثقيل غيرتهم واللي ما غيرتوا شيء الطاقم مازال نفس الطاقم الوجوه مازالت نفس الوجوه واللي عاد فعلا الناس اللي موجوده هي كانت موجوده مسؤوله عن الفساد اللي توم معترفين به وقاعدين يتناضلوا من اجل القضاء عليه انا عند احنا بعد ما مواطن بسيط ما فات شافش واضح شكرا لا شكرا مرحبا بكم معالي الوزير مرحبا بالطاقم المرافق لكم مرحبا بزملائي العيسى واشكر التلفاز الموريتاني على اتاحه فرصه كيف هذه نختار نسول المقدمه كان الالتزام بمحاور المقابله ضروري والله ملزم والله لا نبقوه بعد طيب المحور الاول قدام الوضعيه الصحيه راينا في البلاد من الامراض الشائعه والوباء والوفيات هون معالي الوزير طبعا اود في البدايه السؤال بما أن في دولة إفريقية في القارة الإفريقية طبعا هناك الكثير من الأمراض والأوبئة المنتشرة في هذه القارة عاذنا الله منها إن شاء الله يا ربي هل هنالك إجراءات احترازية في موريتانيا أو مركز لاحتواء الأوبئة أو دراسة الأوبئة ما قبل الحدوث هذا السؤال الأول ثانيا هنالك بعض من الأمراض الشائعة أصبحت يعني موسمية ربما تقول كيف حمى الخريف تقريبا على سبيل المثال هذه الحمى يتم يعني الاستعداد لها سنويا بالانتظار فقط المواطن فقط ينتظر أن تأتي هذه الحمى لتفتك بجميع أفراد العائلة طبعا هنالك إجراءات يجب أن تكون مصاحبة لهذه الحمى تحت تشخيص هذه الحمى تحديد الأسباب محاولة القضاء عليها لكن أيضا هنالك أمر مهم جدا وهو التوعية والتحسيس بهذه الحمى من أجل تفادي انتشارها الاكتظاظ طبعا في المستشفيات يؤدي إلى زيادة انتشار هذه الحمى عدم وجود ثقافة صحية لدى المواطن العادي في البيت ربما تزيد من انتشار هذه الحمى بين أفراد الأسرة يعني هل يمكن أن يكون الخريف في المقبل خريف سلام بالنسبة لهذه الحمى في نواكشوط وفي طبعا المناطق التي ربما تتعرض إليه هذا احتراما للمحاور طبعا لدي الكثير من الأسئلة إن شاء الله مزنا جايين أعطي البكاري نعود نوفاو من الدفعة الأولى بكاري جاي السلام عليكم سيد الوزير أنا عندي مثلا ملاحظة نختار نعرف صنت هذه الخطة اللي طموحة اللي قدمته قدامنا نختار نعرف بالضبط شنو هي خطة العمل اللي عندكم وشن هي ايضا الموارد المرصوده لهذا ونختار مولي نعرف الاجال اللي يتحقق في هذا عود مثلا الشيوك وملموس وفم ايضا قضيه المصادر البشريه مطروحه بالحاح اللي نعرفه على ان كثير من الاطباء والنقاط الصحيه وعندهم مشاكل في طاقم البشري وفي نفس الوقت نشوف أيضا أعلن مدارس التكوين دائما يخرجوا دائما دفعات والدفعات مثلا ما 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 ما, ما يشتغلوا وفي نفس الوقت القطاع محتاج لهم وفي أيضا قضية أخرى مشكلة أخرى أيضا نعتبر أعلنها مشكلة كبيرة حتى به اللي بس من حالة يعودوا مثلا بعض من الولايات يعود فيهم نقص متين في الأخصائيين خاصة
بس من حالة تعود ولاية كاملة يعود ما فيها مثلا أخصائي في أمراض السكري بار إكزامبل، اللي يعود مثلا الناس ياسر منها يعود في ذي الولاية يعود في هذا المرض، وتعود ولاية كاملة ما فيها قاع لا أخصائي واحد. نختار نعرف الطريقة باطل اللي الله تحلوا بها هذه المشكلة. وشكرا. شكرا جزيلا لك. إذن ميكرو عند معاليكم. شكرا للزملاء. أنا مو أنا عندي هذه الصراحة بها اللي تعاونك قلت قبيلة في وتوصيل هذه الرسالة. أولا فيما يعني الثقة رواية أساسية ولين تخلصوا سياسة الحكومة ناحية الصحة منها تلحقوا أول جملة فيها رد الثقة للمواطن بالنظام الصحي، وإذا قصدت الحكومة به رواية جوهرية غير قاعد إياك نردوا ثقة لو نشتغلوا على جميع المحاور على أن الثقة لا يتخلق إلا بساعة. مهم هذا الاقتراح اللي قلته غير الثقة الحقيقية لا يردها، لكن نقول قبيل ينعود كادر بشري مستعد يشتغل يتلقى لرقاش يتوالى أخبار. وأنا البارح ما يبارح ليلة الثلاثة قمت بزيارة عقب العاشرة معايش من زملاء للمستشفى الوطني وقت مستاخر ومستشفى الصداقة. أنا زرت مستشفيات لي شهرين تلقيت لي الناس اللاب سيد الوزير احنا قارنا وسيد الوزير احنا مارينا وسيد الوزير ما كذاش وراه بعد طاقم يكسع يشتغل غير أكثر من حالته. هذه الليلة جيت تونك تنديك سكة ما خلقت ما لفت أي رقاج نظري إلا كمثال بسيط قلت عمال يشتغلوا والناس تداوى وكل حد جيت وسورته. وأنا قاعد كان مهم عندي معرفة هذا كان النهار اللي عقب القفير اختي نتأكد الناس ما احتاجت الأدوية بحال استعجالية ولا جبرتها لقدام ولا ريت أي حد ما جبر أدويته. قلت مو وقت ملي على الناس فملاحظات بسيطة غير بصفة عامة يقولوا ما شاء الله احنا ممكن بدل خارج لأن الثقة حسب نظري الثقة نزقلت على قطع مونا كلها قدر من الوقت من العمل وعمل الجميع قطعا الاقتراح اللي قلتوا قدوا عدل لامنا الآليات اللي مفيدة بذاك النطاق. مصادر البشرية في النقاط بالنسبة لأحمد والثقة فيهم رواية حقيقية ونحن نتخموا فيها نحاول ذاك نعرفه نقاط صحية لا بد نوجهها مو شغل العلاجات به اللي قاعد ما تغطي العلاجات حق موجه شغل العلاجات الأولية والله الوقاية دورها أكثر هو وقاية هم الوقاية ضرك والعلاج في النظام اللي مطروح في الوزارة عن ينش عند النقطة يلا يعوزها زي مجهودها وقاية وزيزها علاجي ولي نوصل للمستشفى يعود العكس يعود ثلاث أرباع منه علاجي وثلث وقاي قال ليتهم ولا ثاني يفهم معناها النقطة الصحية المدور منها شنو كمثال يعني شيء الشيء اللي يندق يجبر حد يدقه إذا جات مرأة يتعدم متابعة يجبر حد يعدل المتابعة إذا جاء حد يدور ناموسية يجبرها حد يدور أي شيء في الوقاية يجبره يجبر هذا اللي كان تقول الأخت في أخبار توعية يعود فيهم بلد التوعية قال لهم اللي يعود فيه العلاجات الأولية معناها حد يجبر صدمة بسيطة والله شيء يسوى قاع ما عنده ثقة وبعد ذاك الوقت ما عنده إلا يواسي إلا يجيك النقطة يلا تعود تعاونه إذا قال توجهه إلى ما عادك تعدلوش أنا هن هذا هو اللي موحول فيه إن الممرضين لا يعودوا فهم يعود عندهم هيك القدرة اللي قد يعدوك العلاجات الأولية يقال أساسا يمتن قدرتهم في الناحية الوقائية من أن احنا اللي قدينا عدو الوقائية نختاروه. وإذا نطاق نبقى نطرق للسؤال على الحمى وأن الخريف العاقبة والحمى الخريف العاقبة قضينا منها دروس نحن روسنا اللي موجود اليوم يكتب ذلك نتكلم لكم وأحلى قطاع اللي قال له معناها مصلحة اللي قال له رقابة الوبائية في استراتيجية عامة قال من بينها هاي رواية خاصة في ذلو بيئة اللي موسمية وراها لا ما يحمد الخريف يا خارج حمد الخريف قال خارج حمد الشتاء تخرج في الشاسرة والمدية تنقلب قال خارج النسالات اللي يخرجوا مع السحايب يلا يعرف نمشي نحن مرة العام الحمد لله وعيطنا لا مرتين في الداخل على حالات إسهال يعني خلصنا العام الأول هو عيطنا سبع مرات في الداخل دخلت المراكشوط سبع مرات العام دخلت مرتين هذا في تقدم قال قاعدين نديروا حالك يقتوا يكتموا نحن نعرف الزمن يخلق فيه هذا أنا هل يلا يعود لا ما واعد المدة هي سابق ذاك بشهر والله شهرين انت قبل إجراءات اليوم طرقوا هذا شمل الإخوة على رواية الإمكانيات المادية ولين خلطوا مع سؤال آخر أخبار الخطة وظهر لنا سؤال مهم كيف قلنا كيف قلت قبيل نحن هذه ما يعدل على الخطة سنوية أولا وخماسية عقب ذلك ما نقدر
نحصلوا، لان تم ولا في النظريات. نحن الوزاره عندها خطه كانت خارج الخماسيه توفى عام 2020. ما عدلت ذاك اللي كان يلا تعدل فر، احنا قاعد ندور من 2020 تعود سنه تحويل، معناها سنه اللي نكملوا الرقال من اللي موجود. يا غير ما اللي تعود سنه اللي يعدلوا فيها الخطه العشريه ماشيه من 2021 ل 2030 متماشيه مع خطه الحكومه العامه اللي ماشيه ل 2030. ونعود نقتناو منها خطه خماسيه من عام 2021 الى 2025. ذيك الخطه هي اللي تعطينا حق اللي كنت نقولوا قبيل، نقدر نقولوا اي سنه يلا نعودوا عندنا امكانيه ان نعدلوا النفاذ الشامل ونعدلوا التامين الصحي الشامل. هذا اللي بدنا نعرفوه، لين نعرفوا ذيك الخطه الخماسيه. قال تهيئت هذه الخطه بين اللي نعود نعدلوها بصفه حقيقيه، ويمكن كنا عدلناها اليوم قد نجاوب على السؤال الاول، اعطيتكم ارقام غير ما كانكم الايام الماضيين فطنتوا عندنا. بدانا مسح عام خارج مسحين قالوا ادي اس مسح عام للصحه اللي يعطوا فيه الشهر الاربعه يلا بين هون نهايه مارس ولا بدايه ابريل يعطينا حاله صحيه حقيقيه وبائيه، معناها كل مرض شنو هي سبته وشنو هم اللي استعمال المنشآت الصحيه وشنو هي تغطيه بالامومه وتغطيه التلقيح وتغطيه الاجراءات في الوحده فيها وشنو هي وفيات سبب شنو. هذا المسح ودانا نوح في تعداد الورق، يا كان اذا رينا نتائجه في ابريل نعود نقدوا ذيك الخطه الخماسيه نعدلوها على اساس صلب ظهرك يعدلوا خطه سنويه. الخطه السنويه بدانا فيها من بدايه سبتمبر. الاسبوعات الماضيين كنت في الداخل كنت مع نفتتح ذوك المرتقيات، جمعنا الولايات الشرقيه النعمه والعيون ومعناها الحوض الشرقي حول الغربي عصابه كانت في قرو، والاسبوع اللي عقب ذاك جمعنا ولايات النهر في فلاق، ومشى الطاقم البشري المركزي فر رفت ارتفت في الوقت اللي نعدلوا قرو على الزر الشرقي نعدلوا نوادي بو على الزر الساحلي ونقسم الطاقم المركزي ومشى عند الوزاره فر بين دور جبار بين الطاقم المركزي والطاقم الولايات والمقاطعات غير هما اللي زدنا بذاك. عن جبنا معنا رؤساء المجالس البلديه معناها المجالس الجهويه وجبنا معنا شمنا العمد وشاو ممثلين الولايات بين نختاروا هذا فر، وكل ولايه عدلنا لها حاله على القاعه يدوروا عليها الناحيه المركزيه. أنا هذو المسؤولين عن المصادر البشريه يدوروا على الولايات، يعقبوا ذوك اللي مسؤولين عن الوبئه يدوروا عليهم، وذوك المسؤولين عن الماليه يدوروا عليهم، لين جات مجموعه هون عندنا دارك خطه لجميع الولايات من اللي اربع ايام واحدين نحن على المستوى المركزي نقولوا هذا اللي هو حاجيات الولايات شنو هو يلا نعدوا نحن على المستوى المركزي ياك نعاونهم يجبروه، وهذا ولا يعود خطه نحن على المستوى المركزي. هذا فر لا يقول لا مره قلنا شنو حاجياتنا الماديه. نحن اليوم عندنا مشروع ميزانيه اللي يقدم للبرلمان في زياده غير قاعد نحن بصيغته هذه ما نقدر اليوم نقولوا كانوا كافي ولا مو كافي، لان عدلوا الخطه يوفوها يخرصوا امكانياتها. لان تعود مغطيها هذا اللي جاي في ميزانيه زايد ذا اللي لا يعطوا الموبيله ولا فتنه طلبناهم فاعطونا توقعاتهم السنه الجايه نعرفوا دار كل موبيله السنه الجايه يعطينا كم عادي يغطيه تبارك الله ما عاد يغطيه نخرصوا الاولويات. اذا كان عدلوا منه خطه سنويه اللي تعود خطه سنتين 2020 بيننا مع نعدلوا خطه العشريه ونقبلوا من هيك الخماسيه. هذا لانه الاشياء الاساسيه في النقطه نقطة والله انتين مازال واهلين نبقي نرد عليهم. واحد ذوك الاحرار سوى الاخ هاو المدارس الاختيار هون نحدد فيه عن مدارس اصلا المدارس مهنيه انا هنا يرى يدخل الا احد لا هي يوظف انا هنا الدوله ذاك اللي دخلوا فرت عدل المسابقه اي حد دخل المدارس وظف خارج شمل الافراد هم رؤوسهم بقوا يتكونوا. والفكره الاصليه المفتوحه كانت ما هي الافراد كانت مفتوحه يا كان المصحات والعيادات يكون لهم ياك يصيبوا هما يعني تم يعملوا طاقم اللي في المستشفيات وياك يسلك هذا. نقال شنو؟ نقال درك يعني كل مصحه والله عياده اعطات التزام عن هذا الرقاج الى وكون ليه تشقلوا لين يفتحوا له الباب تخلص لنا تكاليفه وكونوا له ويرجع له. هذاك الحرار اليوم عندنا جميعهم عندنا اليوم التزامات من الصحات عن يقال عقب تعادت الروايات كيف الروايات راح نولي تنفر انفتحت عاد ولا باطل للمثال عندنا صيدليه واحده اعطت 17 التزام على يشقل، سيدي ما يشقل 17 رقم، غير ما عدلت بها لله شمنا، الباقي تعرفهم تختار تعاونهم، احنا ما ثقل علينا اليوم انا عندنا 2900 شاب وشاب متكونين، نحن في حاجتنا فيهم، قال انتم الحمد لله ما يفوت عليكم، عن الدوله ما تقدر اليوم ترفد راسها وتشقل الناس فكانت عدلها، رئيس الجمهوري قابل التزام اللي يشقل جميع الشباب ما امكن منهم، قال عندهم الالتزامات وعنده روايات تودي لهم لابد يمشوا على برنامج،
معناها اش عدلنا بخبار هذا؟ قلنا اولا النوع من التكوين اللي يوقفوا باللي بلا مردوديه على الشباب. ثانيا قلنا من عند العام الجاي ما تلاه ندخلوا للشباب الجديد التكوين، احنا عندنا مدى مكونه يتم كل سنه اللي كنا لا نقبلوا وندخلوا في المدارس لين اقتناهم مجموعه اللي نمتصوه. غير قاعد المجموعه عنده اشكاليه اخرى، المجموعه اليوم ما عندها شهادات يسوقينها شغل وظيفه عموميه، ما عنده شهادات يصنع في النظام من اعطاه افادات والافاده ما تشغل وظيفه عموميه. عندنا لا يتم العدل شنو؟ نفتحوا باب مسابقه شفافه بقايتنا في 400 لا نفتحوا باب في هذه الناس ونحصروا على المجموعه اللي فات عادش من المريضين القابلات. ان جبروا من هذيك 400 لا تنقبل بصفه شفافه لا يردوها للمدارس مده شهره بها اللي فيها اللي له 3 سنوات عن يطبق يفهم بعد قاعد يتدرب من جديد ونعطوه الشهاده الصدارك رسميه وبذاك حدا يدخل وظيفهم. يتم عدلوها ان شاء الله وسوي مليون كان يمتصهم بلا قايتنا في الكون مده جديد نحن مازال عندنا في نهايه النقطه كانت مهم عندي تكلم عنها. ونقطه اخرى نتكلم عنها في اخبار المتخصصين ان هذا متخصصين هو 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 اليوم القابلات 3/4 منهم في المقشوط والمتخصصين قريب من 4/5 منهم في المقشوط. هذا عدم توازن من التوازنات اللي نشتغل عليهم ان شاء الله ولا ندخل في حاله كانوا التوازنات ان شاء الله بيصلح. شكرا لمعاليكم سيد الوزير. طبعا حاولنا ان نلتزموا بالمحاور غير ذاك ما يقدر صح الصرامه بيلي في مواضيع طارحه راسها والله سيرتو موضوع الادويه وموضوع الموارد البشريه بهم اللي موضوعين اساسيين درك ندخلوا محورنا الثاني اللي هو محور الادويه. سابق نبداوا نقاشه عدلنا مجموعه من المقابلات مع مواطنين ومع حاولنا على الجهات كامله اللي قد عود ملامسته هذه الاجراءات اللي موحول فيها علينا نستطلعوا ارائها وتعود حاضره معنا. في البعض تعذر علينا نجبروا اراءه ومعنا تواصلنا معه وفي البعض الاخر استجاب. اذا لين تابعوا درك الدفعه الاولى من اراء المواطنين حول هذه الاجراءات اللي مقام بها وانتظارات المواطنين من معالي وزير الصحه. وزير الاول يلتك تقدم الطب. الطب هو المهم. احنا انا هذا شيباني اللي هو فيدي ركور يا 7 ايام نمشي ونجي ما ريت حد يطبب لي. قالوا انهم راهم الشر عياداتهم يقول ان البيرو كذا وخلصنا كذا وخلصنا 70,000 وهذا ما بتلو دوين. واحد جايب شن السموم ويعرف عنه جايب الاخوته ويقد هو يحتاج له ويحتاج لاولاده وامه وابوه ومعايا هذا ما هو ما غادي له في شيء. المهم عنده يربح هو وتو ويجيب برشا من الفضل. هاي الفوضى في الصيدليات وهذه الادويه هذا الاجراء اللي قبلوا فيه اجراء زين ومطالبين انه يزيد في الاجراءات وخاصه بما يخص بشرائط استيراد الادويه. هذه هي الاساسيه. الصيدليات هي قبلوهم من عند هاي الشرائك اللي تستورد الادويه المزوره راجي انه يعدل عليها رقابه شامله ويفعل اللي قالوا المخبر الوطني لرقابه جوده الادويه ولا يسمح بانه يدخل اي دواء مزور لان هاي الادويه المزوره هي اللي تكتبها المواطنين وهي الاخطاء الطبيه دائما تخلي ياسر منهم اللي بسبب هذه الادويه المزوره. حقيقه احنا مجتمع الحقيقه ما نميزوا بين اهميه ما ندوك اهميه خطر الادويه المزوره. معنى هذا الانتشار للوباء الهباتيت والكبد اللي صار الله سلامة العافية والقلب وهذا الأمور كله والكلى اللي مثلا عاد انتشر في كل بلد هذا كامل أسباب ولا الأدوية المزورة والله بعد 90% من الأدوية المزورة. معنى على المدى تجتهد أنا تحافظ على الأدوية المزورة وأنا تجتهد على توضع مخابر تقيس جودة الأدوية. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه هي الدفعة الأولى من مقابلات مع المواطنين. ايضا اتصلنا بتنظيم الصيادله وطلبناهم يعبروا عن وجهه نظرهم حول اللي موحول فيه وعبرونا عن وجهه نظرهم مشكورين. بما يلي نتعرفوا على رايهم. نختار نبدا بدايه نقول عن الدواء هو حجر اساس المنظومه الصحيه وكذلك الصيدلاني. وان الصيدلاني ما يعطاه دور في المنظومه الصحيه يتم الدواء لا خاص. ونأكد هون على ان قانون الصيدله اللي كان 2010 اول مره يسمح تطبيقه كان هاي السنه متوثق بوزاره الصحه متوثق وزير الصحه. وبالتالي نقابه الصيادله ما استعجلت موضوع انا عرفت وزير الصحه شهامه بالضبط وجبرت معه لقاء وكان لقاء مطول وكان لقاء مثمر وكان لقاء لبست فيه النقابه قادم من جديد الوزير وعزموا على اصلاح القطاع. وبالتالي النقابة مشات مع الوزير وشجعته على الواحد. والنقابة أساسا أهميتها عندنا أن أصلح القطاع يصلح ولا أصلح القطاع بصورة عامة
يصلح للناس كان ما صالح الصيدلة حدهم ولا صالح للمواطنين حدهم صالح الناس كان عموما. وهنا كانت أمور تقول عن الصيدلة وراء القانون، قانون لا لا قانون وراء دولة، قانون دولة وهي المعدلة وهي الماشية فيه وهي اللي يصلح. وبالتالي الصيدلة للمواطنين مستفادين من القانون كيف الناس كاملة. نأكد ونرجع نأكد عن الصيادلة الداعمين للقانون، قانون الصيدلة 2010، لأنه يخدم مصلحة المواطن ولمسوا فيه جدية الوزير والوزارة بصورة عامة في الإجراءات المتبعة إلى آخر نقطة من تطبيق القانون كاملا، وبالتالي خدمة المواطن وخدمة الوطن. إذن كان هذا رأي الصيادلة. طبعا كي شرط في جهات ثانية حاولنا أن نتواصل معها، خاصة الناس اللي تورد الأدوية، وبعد عدة محاولات اتصالات للأسف باقي فينا ما أفلحنا في ننقل وجهة نظر. طبعا الأسباب تخصهم، لا يلام المرء في مبلغ الجهد. الدفعة الأخيرة من آراء المواطنين لهنا استعرضوها ونرجعوا للنقاش مع معالي الوزير، وبعدين نفتحوا المجال للزملاء. بعد هذه الرسالة توصل للوزير هي عن الموريتاني كامل والشعب الموريتاني بصورة عامة عن دعمه بطريقة لا توصف، اللي هو قابل طريقة في الحقيقة تستحق الدعم، لأن حد كامل عشان حملة بهذه الطريقة على الأدوية المزورة التي تعتبر سموم بحد ذاتها يعني قاتل للشعب، هذا فعلا قضية تستحق الدعم. ولهذا السبب نحن أطلقنا هاشتاك نذيره لا تولي، ونحن داعمين ونحن كاملين معه وشايفين أن الطريقة القابضة هي الطريقة السليمة لمواجهة هذه النوع من يعني الأدوية المسمومة. لا نتكلم على قضية الصحة، هذا المقام اللي قام به الوزير مقام زين حتى ومهم، هو اللي نترجاه احنا الموريتانيين، وهو اللي يا الله يتواسى ويا الله انسان كامل يتولى مسؤوليه يقوم به ويعرف شي للشعب. وقضيه هذا الدول اللي هو قام به الوزير روايه مهمه وزينه عندنا حتى مفتخرين بها، به اللي صحه الانسان يا الله حد يخرصها، به اللي الانسان يا الله حد يخرص صيفه، اللي الدول اللي هو لا يعمل له ذا الدواء يا كانوا صحيح ويا كانوا قاع ما هو صحيح ويا كانوا قاع صالح ويا كانوا ما هو صالح له، ما انه لا ينقبض دواته ويعمل له هو انسان كيل بقرة، انه ما هو بشر، البشر ما هو حيوان ولا هو بقر، ويا الله حد يعرف الصيفة اللي يتعامل معها به. راني شاكر وزير الصحة إلى جوي عن بون رول ما قطع خلقه بسكير دفد كنترول الميديكما كان منافعين والله ما منافعين، سي تري امبورتان. ما هو أول وزير يعدل غير الطالبين من أنها تعود متابعته لا تراجع عنهم. الشعب هون تقول الحكومة أنها يتعدل شيء، ويقول الشعب أنا ليت بضي فيه أسبوع والله لين والله كذا، هذا قام به الوزير هو اللي يالته يتم متابع لين ينهل صيفته باللي هذا الشعب إذا تم الإنجاب إلى الدول المصور والدول اللي ما ينفع هو اللي خلاه كامل. يعني مكان خلي كلام الله مأيد الوزير مأيد الحكومة وجزاه الله بخير غير التابع اللي واحد فيه. هذه الإشراعات والله هاي المبادرة اللي قام بها وزير الصحة تعتبر وتهمن ومبادرة جيدة، ولقط قام بها وزير سابقه هو في وزارة الصحة اللي هو نذيره والحامل، وأنا شاكره على هذه المبادرة في قضية الأدوية. ونحن كعيم دورنا دور توجيه ودور تنبيه ودور تعليم وتنوير وتثقيف. إذن كانت هذه أيضا هي الدفعة الأخيرة من آراء المواطنين بهذا الخصوص. إكسلانس كيف استقبلتوا هذا الشعار اللي اتخذت هذه هاي الحملة؟ شكرا. كيف قلت قبيل انا احنا ولاني انا وحدي احنا في وزارة الصحة مونك عندنا اللي عدل المواطنين مواكبة هذا، ولا النكتة اللي هو ماضي ادخلت على مخبزة لين اقبال منها قاية مشيت أعطيت بظهري قالوا لي الشباب اللي هم في رفقت واحد اللي يبيع وياك نديروا لا تولي. قلت لهم معناه انكم دوري ما تيتم ولي لكم نسير عندكم، قالوا لي ذاك ما نروح عليه.
احنا نحن شعار مهم عندنا به اللي شجعنا الواحدين فيه ونختار هون اكد عندنا بتوجيهات رئيس الجمهوريه كيف تعرفوا هو صارم في تعهداته ونحن اعطانا توجيه وصار مين في ذاك اللي واحدين فيه ان شاء الله من اللي يلا نطبقوا ذاك التوجيهات تعهدات اللي باهو الشعب الموريتاني. نبغي نصاف اخبار هذه التدخلات نشير على نقطه والله انتين واحده قال حد منهم روايه مهمه اشار لها الخلط بين القطاع العام والقطاع الخاص قال حد منهم يجد دور للطبيب وهذه من المشاكل اللي يعيش القطاع اليوم فصلها بصفه قانونيه ما يطرح ياسر المشاكل غير فصلها بصفه عمليه طارح اشكالي الكادر البشري اليوم حد قال له خطر اليوم خاطرنا اللي منه عنده خبره وعنده اختصاص خطر بين القطاع العام والقطاع الخاص يقدر يختار القطاع الخاص به القطاع العام ما هو عاطيه باش قد يعيش بصفه موثوقه انا محدنا ما حسنا من ظروف عمله وظروف عيشه ما نقدر نقول المسؤول ذاك قال من الخطه الموحول فيها انا لابد ان اولا كي قلت قبيل نقونوا نعدلوا مسطره قانونيه القطاع الخاص يقعد بعد قاع فم نغم اليوم كل طبيب قد يستشار يبقى يستشار من الناس هذا ما هو طبيعي ويال عود فم حد اقصى ما يخطى ياك يعطي للطبيب انه يعطي وقت معين مع المريض اليوم كل من الصحه وكل عياده طبق السعر اللي بقى طبق وحتى قاع المستشفيات اليوم ما عندهم يعودوا نفس الاسعار هذا ما هو مقبول لابد يوحدوا الاسعار كيف تمولين يوحدوا الاسعار الادويه اذا كيف كنت تقبل بخبار الادويه حتى هذا القطاع زاد هو لابد ننظمه اولا ونديروه في نطاق عمل متوازي وذيك الساعه ظهر لي عنا ما نقدر نحل المشكله بصيغه حقيقيه قد يعود على مستوى المتوسط قال ما نقدر نحل المشكله ما خلق فصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بالعالم اللي عدده اللي يخلي يخلط فيه الا حالات استثنائيه معناها تخصصات ما هي موجوده يكون هي والله مولي اطباء يسوى قاع ممرضين غير في سن معينه واعطاو ياسر من الزمن يشتغل في القطاع العام واعطاو مجهود كبير هم هذو يفتح لهم باب عنهم اوقات معينه تحفيزهم غير الحال العاديه يلا يعودهم فصل خلي بعد قاع يخلق منافسه ايجابيه يعود مد المريض اذا صدهك وصدهك قاعد يجبر ذاك الدكتور هذه نقطه كنت نبغي نشير لها اخبار نقطه ثانيه صار لحد من الخطه اللي تكلموا ضرك وسمعتها بهذو الشبكات هم قالوا وزاره محد انها ترصف على صيدليات ما تقيس موردين احنا ما رصفنا صيدليات احنا قسنا القطاع بصفه عامه يا غير كله اعطيناه تجار شهر جينا للصيدليات وجات المفتشيه اعطتهم شهر وبدوا الاسبوع اللي تالي بذاك جات المجموعه من موردين انا الاسبوع الجاي لا يجوهم ولا يعدوا نفس الحاله ولا يخلصوهم اعطوهم انذار على معايير معين وفتنا قلناها لهم المهم الاسبوع الجاي ما مكتب لي معايير لا ينقفر زاد هو كيف صيدليات واسبوع العقب ذاك جاوا قدر من صيدليات هذه سطر صيدليات ماشيه من كارفور لين طب الشيخ زايد في ظرف اسبوعين لين فوت تجارها لين جا زاد هو خلص واللي منها ما في المعايير ينقفر قال الاسبوع العقب ذاك جاوا ملي بقيه شمن الموردين حتى نقول نحن موردين هون عندنا منهم 39 انا لا ودانا من قدر من الشغله ياكل الحقوق اختي نقول لكم عن الدول المجاوره وفر يمشوا بين 4 و6 انا هن هذا ماني قاعد ما هو مقدر لا استكثارهم مقدر قطع الموريتان ما بقى يتفسع 39 موريد انا نحن موريدين ما نقدر نصيب عنهم قد ما نقدر نصيب عن ذوك الموريدين الحقيقيين اللي متابعين القانون اللي ماشيين على المعايير اللي يعاونوا وزاره الصحه باقتناء دواء جيد ويوك نحن مرح بهم من الممكن به الناس اخرى ما عندهم بلد ما عندهم بلد في هذه الحاله معالي الوزير سنفسح المجال الزملاء ما ادري شنو حصيله اللي كنتوا واحلين فيه على مستوى الادويه والناس مزوزيه على عنها ما سمعت اعلان عن جهات معينه هي اللي مسؤوله عن هذا ولا ملي شافت الوزاره متباركه مع تطبيق عقوبات خاصه على الرؤوس بعض الناس اللي تعبر عن ارائها بهذا الخصوص وكثيره على صفحتنا اقبالها كبير من حست بهذه الحلقه مواسين على عنكم مخلين الزراق وتالبين الزرقاء على المكمن الداء الحقيقي
المنبع الجماع توما توصلتوا له، لانكم استوا احلين في اجراءات جانبيه مازالت الفوق في السطح، لماذا ما تغوصوا في العمق وتعود الحصيله حصيله حقيقيه؟ انتم تعرفوا ذا مصدره شنو، تعرفوا مش جايبه، لماذا ما تتجهوا وتختصروا الطريق؟ نختار نعدل تحديد، وانا قلت قبيل غاضي اني رجع له وياك نحدو. نحن جوده الادويه ما تنوحلنا فيها، معناها نحن اللي فتنا احراقنا من الادويه، ما يحرق ادويه مزوره، ادويه فارغ زمنها. واي موزع واي صيدلاني عنده الحق يعود عنده ادويه فارغ زمنها، اللي ما عنده الحق فيه يبيعها، يلا الوقت اللي فارغ زمنها يدير على زل ويعلم وزاره الصحه، وبدوا يعدلوها، وهذه روايه مهمه وعلموها. وذاك النهار احرقناها، احنا احرقنا على مرتين. نختار هون نقول عن المركزيه حرقت اللي لدارك شهر زايد مليار من الوقيه. يا غير الموردين حرقنا لهم اللي نفس الحرقه، حرقت لهم مليار و400 مليون. ذاك النهار حرقنا 100 وشي 100 وشي من الاطوان، موردين هم جايبين من رؤوسهم وقالوا فارغ زمان. هذا بعد كاع نعتنا مدى الفساد يا خالق، غير بهاش بقيت التنظيم. قاعدين يتخطاوا هذا، هذو ادويه فارغ زمنهم، كل حد عنده الحق يفرق عليه الدواء، غير ما عنده الحق فيه يبيعوا يلا يديروا على زر، واليوم عادوا يعلموا به. ادويه مزوره ما تلحقناها، لان اللي مزوره نعدلوهاش، اللي عدلنا لها تحليل وعرفنا كانها خاسره ولا صالحه، وخلصنا اصل جاي. ها هو اللي قلت قبيل، انا سابق نوحل في جوده، يلا نوحل في التنظيم، نعدلوا الصيدليه شنو هي، واللي ما هو صيدليه نقفلوه. يعني تبقى صيدليه هي اللي نوصلوا نقوموا قاعدين هذا. يعني نرجع لذاك ناحيه ثانيه. الموردين كيف قلت لي ساعه، نحن عدلنا المهتشيه بدات النظام، عاد لا اسبوع تعدل صيدليات واسبوع تعدل الموردين. اسبوع الصيدليات العدل تجاري وفرق ذا الاسبوع نقفلوا. اسبوع العقب ذاك عدلوا الموردين، اختار الناس حين الاسبوع الجاي الين يعودوا الموردين فيهم وحدين ما متابعين القانون يدورون يقفلوا ما قدرنا فيهم كان موردين. يعني هالناحيه النظام سويناهم فيها وعندنا ماشيين بتوازي. يا اخي لا يتحل لنا اسبوع دور شوف موردين حد خلاص صار جوده والتزوير ذاك ما تلحقنا به. اللي قد يعدل طريقتين، اولا يعدل المخبر هو اللي زرته اليوم دايما نعرف امكانياته وعاد عنده امكانيات يلا، ولا يعدل المسطره يقعد هذا حقيقه ولا يعود في ظلم. يا اخي اللي روايه ما يجيد. الناحيه الثانيه شنو هي؟ انك تجبر عند رجاج دواء خاسر مو صالح، والله دواء ما تعرف ما تاصله هذا عاد مزور، يكسع ما انه لا ينقفل، يكسع عليه يشكمل العداله. هذا ما تلحقنا يلحقون دون عدلوها، ما عندنا اي مشكله ولا عندنا اي حد فوق العداله. قالك سناص على مستوى المساطر القانونيه الناظمه لهذا المجال. ما الفم اجال معينه يلا الناس اللي عندها دواء فارق تاريخه تبلغ فيها. هذه الناس حسب اللي متداول بلغت خارج ذيك الاجال، بل في اجال اكثر منها بكثير. لماذا ما سمعنا حديث عن عقوبات وتطبيق لهذه المساطر؟ والله مواسين عنكم ما فتوا لحقتوا المستوى، والله الوزاره ما زالت متهيبه تطبق القانون بحذافيره. من المشكل؟ اولا ما ناكد انا بعد راسي شخصيا ان رينا شيء متخطي زمن ومقد مسطره، يا غير قاعد نقول لكم روايه. لكن طبقنا القانون بحذافيره ما تبقى اليوم صيدليه ولا مستودع ولا مورد ما نقفل حكمه. وهذا مصلحته شنو؟ ما عندنا الادويه الكافيه. اذا انتم مؤشرات الواقع ما نعدكم لابد نمشوا، لابد نمشوا على مسطره، لا يقد تعاوننا بشيئا فشيئا، ولا نقدوا نعدلوا. انت رجاج عطى عنده ادويه اصل ما طرح مشكله لك وحال لك المشكله، قال عنده معايير قال الاخرى انه السماء الدواء داروا على زر، قال السماء علمك به، تعاقبوا تقفلوا. انت اللي تبرتي بعد قاع انه هو اليوم وفر لك من ادويه، ما عندك اليوم القدره لتوفيرها. حنا نشوف ماشي بتكايس، يا كان ذا اللي ينعدلوا من الاجراءات ما يطرحنا اشكاليه اكبر، اللي يطرحنا اشكاليه اكبر يجوش بعدين يصير ساعه ولوا يعودوا يديروا ولا ما به اي ضغط، احنا ما قطرينا اي ضغط، قال ولا به للحاله فرض عليه نولي. هذا مو مصلحه، حنا نمشوا ماشي له قد يحل لنا المشكله بكياسه، قال ان شاء الله ماشي فيه. هذا المشي بين لحفه واللين مغرشين على انه ما هو يعود على حساب واحدين، هي الناس كامله حسب توصيفكم اكسلنس على انها وعلى اللي تعود مستجابه للمعايير. بمنطق نطبقوا المعايير على بعض ونتخذوا فيه الاجراءات، والبعض الاخر اللي لا يستجيب للمعايير نظرا لمنطق الواقع نتحفظ. لا ما هذا ما هو الفهم حسب نظري. الفهم اللي كنت نقول عن المعايير اللي عادوا كمثال 20 قبلنا منهم كل الاساسيين هم اللي طبقناهم الناس فر حق ما طبقناهم فر
ينطبقون فر نقفلون الناس فر زي ما مصلحه يا اخي. هذوك اللي منهم مو جوهريين اليوم ولهم اساسيين تخطيناهم اياك نقدوا نتاكدوا من اللي جوهري اليوم وهذا اللي طبقنا بصفه متساويه. وهون نعطينا نشير ونعرض السؤال يدورجي نشير على روايه 200 طويله. قلت الحنوي كان يطرح حد السؤال به نتاكد انه تطرح الحنوي ان شاء الله تطرح زاد بكثره لان فسحوا المجال للزملاء المعلوم وبناجي واسحاق. اذا المعلوم لو بك مدون وناشط مجتمعي. انا في نقطه مهمه جدا عندي تحدث الوزير عنهم يطلعوا في المستقبل عنهم يأسوا مستشفيات ويشارك فيها المجتمع. احنا كمدونين نختاروا الوزير الصح اولا والحكومه راه هي رساله تشير الحكومه انهم يفتحوا لنا صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويتفاعلوا معنا وتعود في مشاركه ونعود نحن بعدين المجتمع يشاركهم لين تفتح هذيك المستشفيات. السؤال الثاني زين عندي الحديث عن الثقة وهون لنتكلم عن قلب العملية الإصلاحية في الصحة هو العاملات والعاملين في قطاع الصحة. اليوم نشهد الظروف المزرية اللي عيشوها. بسط مثال واحد لا يطلع على 11 لاش ما يوفر لهم النقل. بسط شيء ظروف المعيشية نصف الراتب الواحد مثلا في نواذي بمثال يروح ضحية الإيجار. لاش وزارة الصحة اليوم ما تعمل على والوزير اتخذ خطوات محورية وشفتكم تكلمتوا عن الطاقم تكلمتوا عن تكوينه تكلمتوا عن يقير ظروفه هو والظروف المعيشية الصعبة اللي يعيشها. للأسف أنا ما لاحظت عنكم تركزوا عليها ولماذا الناس كاملة تجمع في نواكشوط سبب ظروف المعيشية والصعبة للناس اللي في الخارج. الثقة ثانيا الطبيب الموريتاني اليوم الثقة فيه ما كنت قادر تمنحوها. بسط مثال شركة موريتانية كبيرة السنين تعاقدت مع أطباء أجانب في تخصصات موجودة في موريتان. لماذا هذه الأطباء يتم التعاقد معهم والتخصصات موجودة والطبيب الموريتاني موجود ما نقادر نوفقوا فيه؟ في كوبا نعطوهم رواتب مزري عالية لاش ما نقبضوا أطباء موريتانيين في إطار هذا الجانب ونهتموا به. النقطة الأخرى سيد الوزير تكلمتوا عن الفوضى العارمة اللي عيشها القطاع وانتم تقودوا عملية إصلاحية في إطار هذا القطاع. الخلل في هذا القطاع كانت في قوانين نحن ملاحظين عنكم تقودوا معركة غير هذه المعركة بنفس العجلات اللي كانت تتقافل وتتعامى عن تطبيق القانون. كيف تريدنا كمواطنين يجد علينا عنكم تقودوا معركة وحرب بنفس الجنود اللي كانوا موجودين ولا دورنا يجد علينا عنكم لا تعطوا نتيجة؟ هل المعركة وقيادة الحرب حرب الوزير كشخص أم حرب طاقم؟ ومثال عننا حرب وزير فقط الداخل الجعجعة اللي نشوفه اليوم وهذا الصراخ نشوفه في العاصمة فقط حيث ما وجد الوزير. نحن لا نريد معركة للوزير، نريد معركة قطاع، نريد معركة شاملة وقودها الشعب. وأنا هون أدعو أن تخلق سلطة عليا للصحة تعمل بقد النظر عن وجود الوزير اللي موجود. بدون ذا نحن الصبح أي عراقلة تقد نرجع وتعود حليمة إلى عادتها الأولى. شكرا سيد الوزير. شكرا جزيلا لك. تاهل بوت. شكرا. تفضل بناج للسؤال. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير. شكرا على السانحة. سيد الوزير نغتنم الفرصة ظني فيكم برحابة الصدر بما أن في جو من المصارحة والشفافية واعتقد أن السؤال الموضوعي والحرية المسؤولة هي من تخدم البلد بشكل عام وليس فقط قطاع الصحة. معالي الوزير اسمح لي أن أطرح السؤال وأشار إليه معلوم اللوبك لكن بصيغة أخرى. أنتم تحدثتوا عن الوضعية الصحية اللي رأيتوا قدامكم. سؤالي هون محدد ومختصر وتثمينا للوقت. إلى أي حد الطواقم الموجودة عندكم تتحمل جزء من المسؤولية في الوضعية الصحية الراهنة اللي هي الطواقم اللي تشتغلوا بها اليوم وفي وزارة الصحة؟ نقطة أخرى من درى يا كان ذم نسبة معلومة عندكم في وزارة الصحة عن الدواء المزور. ثانيا لماذا لا يتم نشر التقارير اللي التقارير الصحية حول الدواء وحول جملة الأمور؟ لماذا ما تم بما أن في شفافية لماذا ما يتم نشرها ويتم عرضها على الجميع ويتم تداولها وتعود الناس كاملة عالمة بذيك الشفافية وذيك السياسة المتبعة؟ ثانيا معالي الوزير بخصوص 200 متر هذه وبغض النظر عن مثلا ما عندي فيها رأي على المستوى الشخصي لقد أثارت الكثير من الجدل
لكن ثم واحدين يطرحوا تساؤل ربما يعود وجهي. بسم الحال نطبقوا 200 متر في عاصمة ما هي معنونة وياسر من شوارعها قاع ما هو موجود، وتصميم ديارها صرن وكارتياتها المعدلة ما هو صرن على نظام فيه محلات، كل رقا جبنا دار يفتح فيه 20 بوتيك وواحد يفتح بوتيك واحد وواحد يدير بالو كراج. اختاروا نعرفوا باسم الحالة توفقوا بين ذا مع ذا الشكل المعماري اللي تقبض المدينة الفوضوي وبين ذي القرارات ذي. شكرا جزيلا. شكرا بناج. اسحاق ولا انت؟ شكرا سيد معالي الوزير، شاكرينك وشاكرين الطاقم لمرافقك. و انا قاعد كنت نطرح لك سؤال يا غير قاع بيك نرت الجاني من الاسلامه في الفيسبوك ما عاد تعرف كان يسبق راسه والله سبقهم هما. وعلى العموم ذاك لا هيش على الجماعه لا يسمحوا لي في الوقت. اولا عمده العيون يسول عن المستشفى اللي متوقف وهروسه قالوا عنهم طلابهم والله يخلصوا 5000 وقالوا عنهم لين يقولوها مهدين عنهم لا هي يعاقب والله شي ذاك يمو. ثانيا طبيب الرئيس عبد البقرو قديم ولا جديد؟ هذا جديد، هذا جديد. الطبيب الرئيسي اسمه على ما اعتقد الدكتور سامي قاعد قلت تجنبهم ايه وزين ليه واسوا. الطبيب اللي في عبد البقرو وراه واركه مال محول اللي وارك شهرة قال عنه تحويل تعسفي وعنه ما فات الوزارة اليوم جاوبت. نختاروا بما أن في هاي الأجواء حد كامل مظلوم يرتد له حقه وحد كامل قد مثلا توصل رسالته تعود توصل. كذلك الطلاب اللي متخرجين للسنة مدرسة الصحة هم مركز رتش والله 4 متخرجين ومزاول اليوم دي عنهم موجودين في نواكشوط. قضية مركز العظام قطقت اليوم الجمعة الماضي عن فيها تقريبا يوم اسبوعين ما نراجعينها لين تخطاولها وما فيها رجو وانتم ما بعض فيتكم اخباره كامل جابر وبعد شخصيا والله بعد قط جابر يوم الجمعة. قلتوا لنا عنها ما زال تقريبا فيها يوم اسبوعين لين تخطاوها به اللي حد جاء اليوم لا هي قصة طب الكبير اياك عاد اختصار اسحاق تخطاوا نقطوا. السيد معالي الوزير قط 2018 الشهر 3 تم افتتاح مصلحة للطب الشرعي في موريتان واندي عنها هي المصلحة اللي لا على التواقط ولا هي موجودة في الواقع من دركانكم طب الشرعي. طب الشرعي. طب الشرعي هاي الناس اللي طب الشرعي ما يحتاجها وهاللي عنها ما هي موجودة في الواقع به اللي الآليات والأمور اللي يالت تعود عندهم يشتغلوا بها ما هم قادين يشتغلوا ما هم قاعد يقعدهم على طبيب واحد. اسمح لي السؤال الأخير هي أخبار الفنيين فني عالي هذا ومجد منهم هم واحدين مجوبين من الخارج ويشتغلوا في الأطباب يخلصوا 900,000 وفي نفس الوقت انتم ما عندكم واحدين هنا تياها عندي عنهم يخلصوا أقل من ذاك ومضايقينهم الزملاء اللي ينجابوا من الخارج وراهم يطالبوا بالتكوين والله طريقة يفتح بها الباب أمامهم. وشكرا. شكرا يا زينت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب معالي الوزير والطاقم المرافق له وبداية نذمن هاي الخطوات اللي فات بذلت الوزارة في إصلاح هذا القطاع اللي بصحيقة فاصل في الإصلاح. وحملوني بعض المتابعين رسالة عني نقول لكم معكم لا تولوا وراني قايلها لكم نذير ولا تولي. وفقط كتكميل السؤال الأخ سيد وزير ما ظهر لكم معنا دولة كأنهكها الدول الدولية المزورة وأنهكها باطل المرض اللي ناجم عن ذاك وأجهزتها مثلا مازالت متواضعة وآلياتها متواضعة ومازالت الكادر البشري فيها تكوينه مازال مولي لا متواضع. ما ظاهر لكم معنا كبير كانت يا الله تسنتي مثلا بخطوات أكثر أولوية من الجزء المتعلق بالمسافة. هي طبعا النقاط الستة أنا طلعت عليها ومهمة وقطع عنها من شأنها عن تطور القطاع ياك ما نقوله تصلحه بصفة مثلا كاملة. غير ظاهر لي عن مثلا ذيك النقاط ظاهر لي عن كانت يا الله تعود متيها أولوية الله يسمى اعتمادها ظاهر لي عن مسافة تعود مثلا ما هي من أكثرها أولوية. السؤال الثاني سيد الوزير فم قرية ينقالها جوير مؤخرا انتشر فيها داء غامض وزارتها بعثة من الوزارة
والأزمة اللي فيها تقلهم شقين، شق متعلق بوزارة المياه وشق متعلق بوزارتكم وزارة الصحة. الشق اللي متعلق بوزارة المياه تم فيه والله زاد بدأ فيه العمل. الشق اللي متعلق بكم انتم اختيروه ما يبقى، فهم بعض التعهدات أعطيتوهم متعلق بشيء متعلق بالنقطة الصحية والشيء متعلق بطبيب وقابلة والفحوصات اللي 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 مثلا اختاروا مثلا ذاك اللي تم لحالته. سيد الوزير اللي اختاروا كنت تعدوا زيارة مفاجئة ذيك اللي ما تنعلن بها، اللي هي زيارة مفاجئة تنعلن سابقها بنهارين. الوزير كذا لا هي يعد زيارة مفاجئة يوم كذا، وهذا ما تم مفاجئ. فهذه زيارة مفاجئة لبعض الأطباب في أوقات متأخرة من الليل. سيد الوزير بعض المرضى يجي في وقت متأخر من الليل متألم آلام حادة ويعود يعاني من مرض يحتاج لتدخل فوري، وما يصبر قدامه حد، يصبر الله وقاعد ولفه مفتحة ولا يتعرض وقاع وقوير، ما يصبر حد قدامه حد. السيد الوزير هذا الله لعنه إنسانيا قاع الله حد يراعيه، وعيا قاع لا مثلا فتش عيا ينزقوا حد متغنبر ويقول له عنه يتكلم تحت. هذه السيد الوزير اختاركم تراعوا هاي الحالة وتعرفوا عنها من ناحية الثانية الله حد راعيها. الوزير سؤال أخيرته سؤالين الأخيرين. فهم قضية النظام، فهم قضية نظام الأسلاك أنت لا هي يلتغى، والنظام الأول فهم تعطش على اعتماده. أخيرا شار الأخ للسلطة العليا للصحة، وهذا الله اللي عنه مهم. بيلس الوزير ما تقدر تعود مفتشية تابعة المادة وتفتشها، الله اللي عنها تعود قدر من قلت الموضوعية. ما نقدر نفتش روسنا، نحن بروسنا، نحن هم اللي عدلنا ذا ولا ينفتش هم اللي روسنا. الله اللي عنها يلا تعود متيها سلطة مستقلة تفتش في القطاع اللي حيوي. شكرا سلام. شكرا جزيلا الكلام المعاليكم. شكرا لإخوة من جديد، شكرا على 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 الصراحة. يسوى قاع شو منه ماني موافق عليه، هندور نقول شو داني ماني موافق عليه، قال بعد هذا مونك عندي بصيفته هذه. خارج سؤالي تكرر لي نبدأ به ولا للصراحة. شفتوا حد خرص لنقول لكم رواية قد خرج الزمن الماضي مع وزير صحة صديق عندي عيط لي قال لي عاوني أنا وعينت ولاني من الصحة وانت من الصحة، والنكتة قلت له انت تعرف دور وزير الصحة؟ قال لي ما قد تخممت لي، قلت له انت تخمم وانت معناك مطالب تكتب شيء لا عدة تقرير تدورك شنو. هذا اللي وصلني الجواب، دور شنو؟ دور وزير ما يتخطى عنه يدير مناخ صالح للعمل. البشر من حيث هو ما هو في فترة خاسر في فترة صالح. حد اليوم مد المناخ صالح كثرية الناس وصالحة، حق قد يبقاولوا بيش ما مصالحين اللي يردهم ولا ذاك غير كثرية الناس وصالحة. يعني عدوا مناخ ما خارقوا لذاك عادي نتعود الناس. نحن عدنا وزارة صحة أولا أن النظام اللي كان خالق تنظيمه اللي كانت خالقة ما يصالح للعمل. أنا كوزير سبوعات الأولين تابع لي مباشرة 53 رجاج، يعني قبل مديرين مركزيين ومديرين مستشفيات ومديرين جهويين ومديرين برامج 53 رجاج. هذا ما هو عملي. والأول ما عدت الحكومة عنها غيرت هذا النظام، يعني عادت نظام هرمي اللي عند ظهر ذلك في جميع صحة تابع له جميع صحة. مستحيل تجبر الواية ما يتابع حد منها الخطة، حتى اللي نقلع مدير كنام ومدير كامك كلهم مدير مؤسسة وحدها هم ذوك تابعين شمذيهم يا غير هاي جماعة الأخرى ستة أيام عالمين العام تابع لجميع. هذا ما كان خالي. وثانيا الناس اللي طابة تقول نفس الوجه، الناس اللي ما تعرف الوجه حد كانت تعرف الوجه تقول هذا مو نفس الوجه به اللي هون واحدين منهم ما كانوا نفس الوجه، وهم واحدين كانوا وزارة قال ما كان عندهم قرار، اليوم هم عندهم قرار. معناها عدونا واقعيين ومشونا في تشجيع الباقي اللي جايين اللي عندهم اليوم. وانا الأمانة قلت لكم في البداية وحق وتعرفوها وزير ما يقدر شي واحد لو كان هو الخلطة ما معي وماشيين معي بسمعين عدو عدنا، لأن هذا يرجع لكل حد. لكن اللي له أنا بعد اللي متمولك به اليوم عن الطاقم اللي عندي وده صراحي فيه ومستعد نقول لكل حد مؤتمنوا أنا مقترحوا أنا ومؤتمنوا، واليوم ما في حد منهم. أعطيت شهرين نشتغل معاهم
دان نقتنع اي رقاش ما حد فهم من ذيك اللي كان الناس كانت تفهم قاد انتون كان عنه قد يعطيني ذاك نختيره عن حد جاي خارجي به اللي فات عنده الخبره وثاني ما نظلمه واللي من وضح لي عنه ما كان في نفس استعداد ولا هو قاعد من سلبيته الا ما هو مستعد واذا قلنا له نختار له واحد اخر مستعد هذا عدلنا ونختار هاي النقطه اخترت قالت قبيل قال احمد واخترتنا وراني قاصد قبيل ما نرد عليها غيرين جات من جديد اخترت نرد عليها بصراحه. الفهم روايه اساسيه وانتم يا تفهموا قلتها قبيل في مصادر البشريه وانا بعد موافقه فيها قطعا ظروف عمال الصحه لا بتحسن حد قبل هذا الكتاب هذا برنامج تعهدات رئيس الجمهوريه قبل صفحه الصحه هي 303 فيها 33 التزام في تعهد في وزاره الصحه حد خرصوا يحل فيها اثنين يعني واش تحسين من ظروف انها رئيس الجمهوريه قابل التزام على راسه في تحسين نحن الحكومه اللي نطبقوا ذاك غير تحسين الظروف ما يعدل من نهار مقاد ما هو روايه اللي نقدروا نخرصوه ونقولوا تبارك الله حسنوا مبارك الان عاملين عليه الخطه اللي كنت نقول قبيل العمليه فيها 2020 اللي نقترحوا الحكومه تحسين يا اخي الخطه العشريه هي اللي تعطيها تحسين حق في تحسين اللعبه طول المدى هو في تحسين ما هو الا رواتب الرواتب العلاوات خارجين غادي يوم ما يخلصوا بصفه شفافه ومسقمه لين عدلوها بصفه عادله وشفافه ثانيا تعود هذه العلاوات تابعه للمجهود ما يلا نعود الا كل طبيب يطلع عنده نفس العلاوات يسوى ذاك اللي اعطى ساعتين وذاك اللي اعطى سبع سواء يلا يعود تابع للمجهود تابع للمردوديه هذا طلب ان نهيئوه واحدين في حال نهيئوه به. فهم روايه هم اللي نختار نعود صراحي معاكم فيها نحن اليوم قدم الاطباء يشتغل بخارجيين الواحدين فيه عن جميع الخارجيين عندنا يسوى هما من هما لين خرصوا ذوك اللي منهم لا بدانا منهم وذوك ما لا بدانا منهم لين عدلوا الحالين تبدلهم موريتانيين غير بصفه قانونيه يوم هما عندهم صفقات وعندنا لا بد ان لكن صفقات تروحون من الخلال ونمشي على اساسهم غير من البديهي عن وقتنا عندنا موريتانيين ما انا قاضي خارج الحشي الاوليه لا الموريتاني ذيك ذيك لاهوت اوتوريتي دو لا سانتي ولا زاد السلطه العليا هذا اقتراح جيد نحن بعد وزاره الصحه هناك عندنا كاقتراح به اللي يعاوننا يتم زاد كيف قالوا خلطه يعاوننا في انه يؤكد ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح والله صح انا الوحيد فيه انا انها اقترح انا اعتبره شخصيا قد تعتبر من وزاره الصحه ما تقدر سلطه عليا به اللي قال ما يقدر سلطه فوق اللي يدير لا سلطه تابعه له انا هنا احنا بعد فكره ممكن عندنا به اللي تعاوننا في الوحيدين فيه فما نسبة الأدوية اللي مزورة ما عندنا أي معطيات نتأكدوا اليوم منها بالنسبة كم؟ اللي عندنا احنا من احنا لا نعتبر فما نسبة قطعا غير ما يعتبروا وقد قلتها ولا ينعلها يعتبروا انها ما هو جميع الأدوية مزورة لما ذاك عدوا اليوم رأينا شمل عدد الوفيات ما توم احنا عندنا شمل الأدوية صالحة عندنا شمل الأدوية مزورة نسبتها شنهي؟ الدراسه اللي توحل في ذاك اللي عنده دراسه خاصه بالادويه بها اللي هيك الدراسه اللي تعاوننا بمعرفه شنو الخطه العمليه اللي نعدلوا يا اخي هم اللي عمل المخبر اللي مازال قايلين اشياء وشفتهم اليوم اللي نحاولوا كانوا يكملوهم بعد الوقت يعني يكملوهم المخبر اللي يبدا عمله ذيك الساعه صعدنا حق نقدر نقول لكم بعد شهرين يعني خلق ذاك نقدر نقول لكم المخبر عدل تحليل ل 2000 صنف وهذا 2000 رأينا منهم 20 والله 10 والله 15 والله 30 والله 50 والله 60 خاسر هيك عاد قد هذاك ما قد نعطوه فيها عدد معين. الوزاره اليوم ما كانت عندنا اليوم تقارير دوريه مؤكده نقدر نديروها اليوم احنا عندنا اليوم موقع عندنا سيت عازم ان شاء الله هون لا يتموا كل الشهر يخاط تقارير به كل الشهر المخطط لا يعدلوا اللي سيت ما قلت قبيل عن من برمج عن تم كل الانتشار نعدل وقف الوزاره ومولينها غير جوها رؤساء المجالس البدري المجالس الجهويه وجوها مديرين جهويين الصحه وجيهم ممثلين الولاد ومده ايام نقعدوا ونعدلوا خرصوا الخطه اللي عدلنا بعد الانتشار شو السات ديك الساعه انتم واخذوا تقرير كل الانتشار تريماستريال ذاك التقرير لا يعود في السيت ذاك يعود في بيبليك ولا انا اللي نجعد فيه ان شاء الله وش به اللي نختار هون ناكد عن أن رئيس الجمهورية مهم عنده شفافية في الأشياء مهم عنده مدينة ما نجعد شيء عن المواطنين احنا هون المواطنين ما نجعدين عنه شيء رواية 200 متر قلت قبيل إني لهنا نخليها كاني ما نقطع في الخلطة السيل عليها هي حق معيار من معايير كنا قدو لا نقولوا ما مهم وخلوه
اللي غير هي مهمة حد ذاته. اختيار كدتوف عن صيدلية ولا 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 مستودع ما هو بوتيك ولا يتناظر تناظر بوتيك. صيدلية منشأة صحية غير خاصة، لا كيف من صحة منشأة صحية خاصة، حتى هي منشأة صحية خاصة، ولذلك لابد فيها صيدلاني ولين عقب نوصل لها منها ما عنده صيدلاني يعني نقول فيه اللي ما هو صيدلية. المستودع ما لا بد من صيدلاني، قال لا بد من تقني صحي فيه، ويلا يعودوا يبيعوا نفس السعر، لكن انت وين يوصلوا؟ قال يلا تختلف بنفس الحاله اللي يلا يخلق تغطيه صحيه بالنقاط الصحيه مراكز صحيه، يلا تخلق تغطيه صحيه بصيدليات ومستودعات. رجال اليوم في زر الواكشوط الناي ما يلا يعود يلا يركب ياك بادو، وهذا هو معدل ال 200 متر اصلا، يكتم كل واحده تبعد من الاخرى لين ينتشروا في الدشر. قلت لحد قبيله والله ما قلتها له، عدل هذه والراس المشالي قبيل حد مرجعيات. السنغال هرت 100 متر، الاردن 200 متر، المغرب هرت 100 متر، نحن 200 متر، هذه حاله العالم فر، عدل العالم فر، عندكم من العالم فر، معدل الروايه ما لابد منها اساسيه واساسيه. ثانيا بالنسبه للمستشفيات يقولوا كنا ما عدنا ذا الاجراء، ما يعودوا مستشفيات اليوم عندهم ادويه حالات استعجاليه. مستشفى ما عنده ادويه حالات استعجاليه ما هو مستشفى؟ هو اللي عاد عنده ادويه حالات استعجاليه. لا يكتب لاش من الادويه البسيطه، هذا قد يشغل صيدليات. انا كنت في ذاكره في الثمانينات وطبهم اكبر طب هو دانتك قدامه، لا صيدليه واحده بينها معاه اكثر من 300 متر، ومن ذيك الساعه وجيت لي سنوات ما زال في نفس الحال. به اللي لي وخال من الطب يلا عود مستشفى، لا احد ماشي يكتب لاش من الادويه لا يقبلها. وقال لي حد نهار هنا وانا امس روايه مفيده، قال لي هو قاعد بسيط حد ما زال محكوم في الطب يلا يكتب له الدواء قرب له، وحد وعده له خير يشري من حذره يشري حد الطب. الان واقعيا احنا ما معدلين بشي بتناظريه صيدليات قدام الطب. الوقت اللي عندنا ما معدلين به شيء خايفين ينتشروا يقربوا المواطن، لان هذا هو اصل الروايه وهذا هو الوده. وانا بعد ماني منهم الخلطه اللي معدلين القانون داروه معيار اساسي هو من اول المعايير ونحن طبقناه به من اول. هنا روايات خاصه تحويل التعسفي والله ذيك الاشياء اختينا نقولوا تو ان احنا لا ينجينا خلينا شو وقفناها الى ينظموه. كمثال في ذكرنا شاهدين اخباره الساعه اللي جينا وقفنا اي اذن لا للصيدليه ولا للمستودع ولا للمصحه ولا للعياده، ما حدنا ما نظمناه به بلا زايد زياده غير ملي. وخذنا وقفنا تلقائيا الى اليوم اي تحويل فردي به اللي ما هو قانوني قال تحويل يخلق بمقرر يخلي شن قالوا مهما ويعود مقرر قانوني الا ماذا. حتى التحويل بنود السيرفيس ما هو صالح محدد له ما اؤكد مقرر، لان التحويل كان يعدل مو قانوني ياسر منه، واللي فردي احنا ما نعدله. احنا عدلنا كيف قلت قبيل النظام اللي نعدله اياك نعدله شنو. انا اليوم لا يبدو دارك بالناس اللي متخرجه وهذا نقول فيه جواب اللي حاصرهم شنو حاصرهم كنت نقول لين نظموا اللجنه استبعت يامس مع مدير المصادر البشريه من راسه هو، فيها مديرين وفيها ممثلين عن نقابات وعن جمعيات. بدي الشغل 8 يامس اللي تبدا اولا بالناس جديد طاري يفر، وقضانا فيها مقرر عن اي حد متخرج جديد ما هو جاي نواكشوط معاوية للسنوات، وهذا مقرر مطبق وهي جماعه جديد في الداخل يكانوا هذا هو باش نقدو شيئا فشيئا وازو. اللي تم لا قدر يرجع شيء كل مهما اللي يرجع منه شو بيخالكش منها رقيش ل 10 سنوات في الداخل عادي انها تطلب انها تدخل نواكشوط يا خير ما يلا يعود اللي يخل قد يدخل ما نغيروا الروايه لين يفتحوا. اذا المرحله الاولى لين نحول الناس جديد، المرحله الثانيه لين يفتحوا باب الشمل الناس ومطروحه لها عاير في المسطره اللي في المقرر معايير اياك عود تطبق على كل حد يطلع الاولويه، ذوك الاولويه يدون اعطاء المحاله يدخلوا بها. فيما يعني الرجال اللي طرح اشكاليه نحن فتحنا الباب من الساعه اللي جينا وهون اختي نقول هالواقع نقول لك كل حد يسوى عامل ويسوى مواطن. نحن فاتحين باب لاي تظلم، حد يكتب رساله يجيب البراهين نرد له حقه. قال يقول انا هو انه تعسفي يجيب لنا البراهين، وقت هذا البراهين نرد له انه ظلمه. يا اخي حد ما عنده براهين ولي احنا ما نقدر نقبضوه على حالته. نختار نقول مركز العظام ذاك قلت فيه دور ذاك واحد في اللي عدل، انا وراي هون المدير معني سولت له ايام وقلت له نفس الشيء، قلت له انت ما عنده رجل عندهم ولا عندهم بلوك ملي تابل اوبيراتوار، قالتهم وحده وهؤلاء الاثنين هم اللي يجبروا. يا اخي حاله صفقات حاله ما عندنا اللي نواسوا فيها، ما كنا لا نقدر نوقفوا نشروه الفضاء
موجوده كانت واخذنا لهذا كان خارجين صفقات وعندهم مسطره وعندهم زمن لعدل ليواس ولا بد نعدله معدل فاتوا المؤسسه ولا مؤسسات معنيات هو في شيء العظام وفي شيء المستشفى الوطني وفي شيء المير انفان الموم والطوف ولا في شيء الصداقه هذا اليوم فات عرفوا اللي المؤسسات غير كل صفقه في النوع عنده مده يلا يعطيه فيها حد ما الحق امانه يقدروا نفرضوا نجيبه هم احنا ذاك ذيك المرحله هم فاتوا وقعوا معاهم ويلا يجيبوه وعجل الوقت قد يجيبوه دور يجيبوه ان شاء الله. حاله اجوير نختار نقول فيها هذا اللي خلق احنا الحكومه علمت ان خلقوا ذوك الحالات ولا علمت مشات الحكومه مش الرئيس ورئيس الوزراء الوزيرين المعنيين انا وزيرة المياه وجيناهم مباشره نوصل نختارهم بعد الامانه تا نقول لك انهم قالوا لي ما انا قابلنا تعهدات قلت لهم ماني قابلكم تعهدات وقلتها قدامهم ولا نقول لهم انا ما قبلت تعهدات ولا يفسر شو داني قلت لهم هم ولا نقول لهم بيه اللي قالوا لي نحن ندور مركز صحي وطبيب وقابله سيارة اسعاف قلت لهم هذا قاعد لا تفرقوه لان احنا لي نورم معناها النظم نطرحنا انا نقول مركز كيف قلت قبيل معناها معاها طبيب معاها انا هني نقول مركز انا قلت لهم ما نقول لكم يعطيكم مركز قال لي انا ما يلي نقبل انا اجباري انا يعطي حق وقلت اجباري من على الحق الحق حق اذا هو اللي يعدل به الخريطه قلت لهم مين يعدل الخريطه الصحيه مين تعدل الخريطه اعطيتكم مركز جايكم مالكم مجملين قيدوا مالي ما اعطيتكم ما بيكم اللي جاكم الوزير اللي يجيب المركز هذا النظام نحن معدلين هذه الصيغه الخريطه اللي تعدل ولين يعودوا لها جوين عندهم الحق في يجيبوا مركز ويبداوا يجبروا من عند ما هم اولويين فيهم هم لا يجبروا ذاك قال يعقوب يجبروا على كل حال قال اذا كانوا هم الاولين والله هم النقراني والتاليين لكن يعدلوا الخريطه بغض النظر عن اي شيء يسوون شنو قال نقول ان جيناهم وشفنا الحاله وضح لنا ان فهم ذيك روايه المياه وجاز بالخير وزيره المياه قبل اجراءات ذاك الوقت اللي بدوا ذاك الحاله قال ايش عدلنا احنا؟ سابق نجو مسينا دكتور تسع فهم وراه مو مركز قال تسعنا فهم وعادي عدل لنا اعطيناه استمارات ولين يبدا يعدلهم على الوقت يجفر مشينا بعثه من مركز انيروسبيل ومركز الصحه العموميه منهم في خبير دكتور براء ومشى له وبرضه الاستمارات وعدل الفحوص رياضه وجاب دفر وعدلنا بحث بين اللي نحن مع مجينا تاكدنا ان الحمد لله الناس فر برات راسها احنا هنا نظريا ما في مشكله قالها ما تستكفينا به قلنا لا بدنا نعدوا دراسه لين لعل يعود فهم شيء مازال لا يظهر دكتور براء رجاج متخصص في ذا والمعهد عنده الاليات في نفس الوقت العدد دراسه المياه يقول له المياه بعون معاهم هم على هذه المياه يلا ما هم صالحين وعادوا يحولوا يعدلوا مياه جديده في نفس الحاله قال نحن عدوك جميع الفحوص اللي عندنا ما فيهم اي مشكله واكدنا اكد شخصيا للنايب والعمده جاوني عن هذه الفحوص اللي عدلنا احنا اللي نتاكد منهم عن هذه الحالات ما خلاوا اي مخلفات معناها الروايه عرفت شنو هي ان ذيك المياه كانت ملوثه وبدلوا لهم يعني اذا التلويث الحمد لله ما في تاثير مزمن على الكلى ولا على الشبه اللي جميع الفحوص انا لقيت اللي زايد على 100 زايده من لقيت ما فيهم اي مشكله. زيارات انا بعد زياراتي ما نعلمهم سابق بمشي اذا عاد يعلمهم وحدي انا بعد ما اعلمهم. تالي منهم كنت نقول ليله ثلاثه بالصدفه واحده المستشفى الوطني جيناهم مشينا عنه ما رينا حد ما جانا حد من الاداره جينا رينا للعمال وصداقه ما جينا اعطينا ساعتين جاء المدير قلت له انت راك مستولي والله عندك حد يعلمك حق قال لي لا عندي حد يعلمك من تالي قال لي لا غريب لا صدفه لا نصير انا زان جيت خايف لعله يقول لهم الادويه وجابرنا فهم انا نحن وهذا مهم واقتراح مهم مثل عدلناه سابق وعدلنا هذاك وان شاء الله ندور التم لا عدلوا به اللي هو اللي يعطينا هذه لينها هي فهم روايه اخيرا اختينا نقولها اللي هي روايه شنو قال لهم لي ستاتيو اللي هم الاسلاك نظام الاسلاك نظام الاسلاك اللي له ذاك شهر زايد قست شخصيا وزير الوظيفه العموميه معايا اعضاء من الطاقم وجبرناه هو وطاقم وفيما يكتبوا وتوافقنا ان لا نرجعوا الاسلاك الاصليه واليوم نتكلم تكون ورقه مسوده فات وفات اللي قدمها وزير الوظيفه العموميه معاها انا قدمها وقت معين هو اللي قرروا الحكومه ان شاء الله لين نرجعوا الاسلاك الطبيعيه ولين يرجعوا لها لين عدلوا خطه اذا كان ذوك الاسلاك اللي خلقوا بين ذيك الساعه وذرك عندنا صيغه نقدر نردهم لهؤلاء الاسلاك يلين يجبروا نفس الحقوق كاسلاك جديده ان شاء الله. شكرا لمعاليكم سيد الوزير.
طبعا الوقت مشكي ما شرت ما هو ياسر والمواضيع متشعبة. طبعا مستين ارجع لكم كلكم دور نعطي الشمل الوقت ما هو ياسر ما تينا قدو نحترموا المحاور بالطريقة اللي كنا برمجين. طبعا شوي لهين شوشور استراحة قد ما تطول دقيقة والله ثنتين وعقب ذاك نرجعوا إياك نواصلوا نقاشنا. كيف يرى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الإعلان عن إنشاء مجلس للاستثمار؟ وكيف سيساهم الاتحاد في تمكين هذا المجلس من تحقيق الأهداف المتوخاة منه؟ وبماذا يمكن أن يساعد في امتصاص البطالة؟ وفي الاستثمار في اقتصاديات المعرفة؟ وفي الاقتصاد الرقمي؟ ولماذا لا يشجع رجال الأعمال الوطنيون الاستثمار في صناعة تحويل المواد الأولية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين والشيخ أحمد في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. بإمكانكم مشاهدينا متابعة هذه الحلقة مساء الاثنين عند تمام الساعة 10 مساء على القناة الأولى والثانية، وكذلك من خلال موقعنا وصفحتنا على الفيسبوك. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وجديد ترحيبا بكم معالي الوزير وبالطاقم المرافق لكم وكذلك بزملائي الذين يشاركوننا في إدارة القضايا المطروحة من طرف المواطنين في هذه الحلقة. فما سيلة سريعة لهن سول عنها، فما حد يسول عن لماذا ما تفرقوا بين الصيدليات اللي سابقة على القانون وذيك اللي طارية عاقبه، حد يسول كانت الدولة قادرة ماديا على إيجاد خطط بديلة في حالة رفض ملاك الصيدليات الالتزام بذي اللي انتم واحلين فيه، حد ثاني مسول انت لا يتولى المصالح العمومية توريد الأدوية وتوفيرها بأسعار في المتناول، ومن دراء كان في تنفيذ الإجراءات الموحول فيها كان الوزارة تمكنت من تجهيز الصيدليات الداخلية بالأدوية الضرورية. باش نربح الوقت لا ينعدل دور على الزملاء نعودوا نرجعوا لكم تشاور مرة واحدة. أحمد ومحمد الأمين أنا جدد الشكر لهم اللي لمشيكم هون وجدد لكن الشكر لحد سؤالين مختصرين والله تحت الفرصة وهذا يفتح لي مجال والآن بقي ملي نتكلم عن الطاقم اللي قلت لهنا 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 قبضوه يقال فقط لهنا نبه وأنا لا من الناس اللي يحشر لنفسه شيء قد يعود ما عنده بعلاقة. أنا من الناس اللي كنت داعمكم ونحضر لك قفات وندون وقطيت مشيت لكم يوم 17 أكتوبر بالضبط رسالة دعوة للقاء مع المدونين لهذا النقاش وعقب الحمد لله خلق هي الرسالة اللي من 17 أكتوبر ما جبرت عليها جواب لشهرين معناها أن فيما زال الشيء يرتوي فيما أصلا نقطة مهمة عندي وأساسية حتى قلت لكم أني نشتغل المجال والتوعية ضد حوادث السير في هذا المقطع أنا عي تنقيس الحوادث كيف نخلقه وعي هو ذم الواية ما تقدو تقولوا هذا الناس ما تقدو تقولوا لحد يخرج على حادث في حد يتعلم يتخطى بلين يعدل هي عود ما هو إنسان وهو لين يدخل عقد الحالة لين يعود بين نواكشوط وبوتي ليميت هذا المقطع الحيوي اللي يخوض ست ولايات يقع فيهم حوادث من ذا النوع وتتأخر سيارة الإسعاف هذا مخلد هذا الموضوع نبقيكم تعاون ونحن قطينا لا من باب ملي حشر لنفس الشيء ما يعنينا قطينا طلبنا من العيادات الخاصة اللي نطلبهم هاو العيادات الخاصة قدوا عادوا لدعاية العياداتهم بتوفير السيارة الاتسعاف على اسم العيادة على الأقل هاي ترويش مهم لها نختير لما اللي نطلب يكان هاو الطائرات العسكرية يكانهم قدوا تموا يدخلوا في حالات إسعاف خلق حادث متين بشع في ياسر من الموتى كان وبليد نائية كانوا مقدرتهم يدخلوا أحمد يبان يتخلص لهنا كفار يقال فقط نقول المولدين فهم مسألة ما هي تعنيكم بشكل مباشر يقال عنده تأثيرات على مستوى الصحة هاي القمامة والوساخ قطعا لما يجبر لحل سابق الخليف ليتعود مشكلة حقيقية ويكانكم فكرتوا في الموضوع. شكرا لكم محمد الأمين.
محمد رمين قبل واحد من السلتك. لا نقصر سؤال اخر. السلام عليكم سيدي الوزير، اسمحوا لي نرجع شوي بطريقه سريعه للمولين اللي تكلمتوا قبيل عنكم، تقول تعودوا لا مرقلين عليهم حاسبين لهم حساب. مولين من عود اللي ما فهمت هذه زيتي واضحات، مولين اللي قالوا هاي السنه اللي نعطوا الاجهار والله اخبار ختان البنات نعطوه مليون دولار، وانتم في الوزاره ضالكم عن هم عندكم على سبيل المثال حمت الملاريا والله ثاني، وهم المولين من راي كانوا يسولوكم ومن راي كانوا بما في امور حقيقيه بينكم معاهم هيك واضحه، لانهم هم الفضل اللي يعطوا اللي تنفعكم انتم. ظل عن سؤال انه قريب مشي وضاح مهم المشاهدين كنتم مطالب فهم رؤية قالوا سوف طالبوا عليها ما نختركم، أنا بعد طالبوا بها سيد رئيس بي أطلبوا بها سيد رئيس بي اللي خارج مصر أطلبوا عليها كامل ما في طالبوا عليها تعنينا احنا إلا محمود المولانا ما لا بدارك منهم حتى. وهذا مشكلة القطاع العام والقطاع الخاص، فصل حق أموري تاني واضحة المروية والأمور لا ندرق بأيام عريان. احنا نعرف عن القطاع الخاص عنه قوي، نعرف عنهم ناس دكاترة مشهورين وعندهم الفضة وعندهم سمعة وعلن براد الفارو عام لعب مو بسيط، نعرفون احنا نول حقيقة قلتوا ما تقولوه بطريقة دبلوماسية غير من رأيك كان الأطباء اليوم اللي ممنوحين جلهم والله أغلبيتهم ممنوحين دولة الموريتانية وقراوا في الخارج الأساب دولة الموريتانية وزقلت فيهم فضلت موريتاني، من رأيك كانكم توما تقول تفرضوا عليهم ما قلتوا عنكم إلا بسوا إذا طلبتوا إلى خيرتهم بين العام والخاص، طبعا عملية خطوا الخاص لأنهم خلاصاتهم العام ما هي نابعة، غير من رأي كان في الطريقة عنكم تفضلوا لي معنا مشتغل 5 إيمان 10 إيمان للدولة ولا 15 سنة للدولة. يعني لازم حد يجبر له حل. شكرا. وخارجين الص هذا هو سلك الوطني الطبي. لا نفس السؤال سلك الوطني مرة والوقت الجواب. هذا سلك الوطني الطبي كان بتعطوه سلطات تنفيذية. إحنا قلتوا يدخلوا في الحجابة والخلق اللي مال الشارع من هذا يحجب وهذا يداوي كذاش وهذا يداوي كذاش وداري بلاكات ولا مجاهدينها واحدين عدل الرقية واحدين عدلون واحد الحجاب كامل الكذب كامل اللي شارلاتان كامل اللي لا كيفت بالنسبة للمواطن الموريتاني لا كيفت عيادات نفس الشيء ناس مرنقي عليهم من رأي كان في سلطة تنفيذية سلك الأطباء اللي كانوا بجد هاي الشهادات المزورة مولي كانوا عند الحق يعدل فيها دي زانكت. شكرا أحمد. يعطيكم جوابنا أحمد. شكرا. لا السؤالين بالضبط وباختصار الوقت ما تلم منه ياسر. طيب معالي الوزير فم عدة تجاوزات ربما يعني تم تجاوزها ربما في الخطة التي تتخذها من الآن لإصلاح القطاع الصحي. يعني ليس لدي الوقت ربما يعني لأعدد هذه التجاوزات، لكن ربما يعني نظرية العقاب أو العقوبة لهذه التجاوزات يجب أن تكون حاضرة في الخطة التي تنتهجنا الآن من أجل أن يكون تحصين للمستقبل من مثل هذه التجاوزات. وطبعا لا يدخل هذا نهائيا في إطار الظلم للأشخاص، لأنه كل شخص معروف مدى صلاحياته وماذا يمكن أن يفعل. في إطار الخطة التي تحدثتم عنها يعني إعطاء مهلة شهر للصيدليات أو للموردين من أجل تصحيح الوضع، يعني يمكن أن نعتبر هذا الشهر فرصة لتصحيح الأخطاء لكي تظهر بثوب جديد ربما لم تكن تعامل به الأدوية من قبل أو ربما كنت تستورد بطريقة والآن ستأتي يعني ربما شهادات أو ربما أوراق جديدة تثبت أنك يعني تمارس هذه المهنة بشرف أو بالقوانين التي نريد أن نسنها. سؤال آخر لك بعد والثاني. سؤال أخير، الأول لم يكن سؤال. سؤال آخر معالي الوزير، يعني في خطة أيضا محاربة الأدوية أو ربما الخطة التي اتبعتم الآن النقاط التي حددتم في الأولوية، يمكن أن تكون هذه الخطة سليمة لو أننا لن نمرض طيلة يعني تطبيق هذه فترة تطبيق هذا القانون، لكن بما أننا سنمرض يعني لا محالة طيلة تطبيق هذا القانون، هل سيكون إجباريا علينا يعني تجرع هذه الأدوية التي لم نعرف حتى الآن إذا كانت مزورة أم لا؟ بغض النظر عن وضعيتها سنكون ملزمين بتجرع هذه الأدوية. واضح. شكرا جزيلا. زملاء رجاء التزموا بالوقت لان عقب نعدلوا السؤال واحد بين اللي ما احترمنا الوقت وما زالوا 10 دقائق. شكرا على المختصر جدا. عندي سؤالين، السؤال الاول قصير نختار مثلا نطرحه الى قضيه استيراد الادويه. فم سيد الوزير قلت اعلن لا يتعود فم الشركه هي اللي تعود
تستورد هذه الادويه نختار ونعرف ذيك الشركه انت لا هي لا تبدا في ذاك الاستيراد ونختار نعرف شنو لا يعود مصير هاو الموردين اللي كانوا خالقين. والسؤال الثاني يعني قضيه هذو العيادات الخاصه. ثم قلتوا على ان القانون لا يطبق ويالطو يطبق وفم قانون مثلا يقول على ان هذو مثلا لي ميدسان عمال الدوله على انهم ما عندهم الحق في يفتحوا دي كلينيك بريفي وعلى ان فم قانون مثلا ناص على ذاك اللي هو القانون 0993 لماذا هذا القانون ما يطبق؟ واضح. شكرا. معلومة ما عندك سؤال؟ عندي بس سؤال أبشروا على واحد. أنا ملاحظ السيد الوزير أن إحنا عندنا رؤية إصلاحية عندنا مستشفى بولنوار قابرتو الرمال رقم جهودكم الإصلاحية للمستشفى. أنا جاي مازال في وضعيته الكارثية والرمال مقطيته هذا عنه أولوي الأولويات يلا يتم تركيز عليها. النقطة الأخرى بالنسبة للفئات المهمشة النفاذة للعلاج ثم تكلمت قبيل عن ضعف التوجه لشؤون الصحه دي الفئات مهمشه اليوم تبحث عن لقمه العيش ولا يتم الحان الخطه ونحن يخلقوا الناس خارج مستشفى دور شيء عملي كيف ما خلقت المساعده القضائيه تخلق المساعده الصحيه للفئات المهمشه. شكرا لك المعلوم. شكرا معالي الوزير. شكرا لك معالي سي احمد مره اخرى. بسرعه بالله لنغتنم الفرصه ونختصر اسئلتي اكتوب مباشره لان جاي نطرح اسئله ما انا جاي نقدم مقترحات. سؤالي معالي الوزير كيف ستتعاملون مع مطلب الحالات مجانيه الحالات المستعجله؟ النقطه الاخرى معالي الوزير وهي مهمه بالنسبه لنا كصحفيين بالنسبه لكم اداره الاتصال او مسؤول الاتصال لديكم في الوزاره كيف سيتعامل معنا كصحفيين؟ هل سنجد الاجوبه حينما نذهب الى وزاره الصحه ونطرح اسئلتنا؟ هل سنجد التعامل معنا بشكل المطلوب واضح. ام ان اسئلتنا ستدور في الارض؟ شكرا. اسحاق تقع قبل طرحت ياسر من الاسئله. انا استاركتوا لله ذكركم انا بارك الله لله ذكركم بالاسئله اللي بقاو قضيه مستشفى العيون مستشفى العيون مدينه العيون وقضيه مصلحه الشرع الطب الشرعي هذا مذكر بهم وقلت لي اطرح سؤالي لا ذكر بهم لا سؤال واحد لا سؤال واحد لا ذكر بهم ما تري الوقت هاي المره اللي لهن عجل 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 سؤال تو واحد دكتور سوى معالي الوزير عن قضيه الادويه اللي قالوا عنهم لا يتم تجيبهم الشركه هم لا يتعاملوا مع شركه تجيبهم وتعود عند الدوله وتتم الدوله هي اللي توزعهم ما دامت الشركه جابتهم ما تخلوها قاعد تبيعهم وياك ما يزيد السعر على المواطن شكرا لا يتقبلوهم شكرا يزيدوا السعر خلوا الشركة قاعد تبيعهم تفضل عجالة. شكرا سيد الوزير اختار السؤال عن وضعية العقدويين ان رأي كانهم مثلا لا يتصح وضعيتهم والله ما يتموا على نفس الحال. السؤال الثاني التالي يتعلق بذي الجهات اللي مارهم ياسر تم فيهم اكتشاف بعض الأدوية اللي فارغ تاريخها ترى شنو كان تعامل الوزارة معهم من الناحية القانونية ان رأي كان كافيهم مثلا من العقوبة عن صادر منهم ذاك السم اللي كانوا مقومين والله مهم إجراءات أخرى قانونية. فأخيرا في ثانيتين لا وصي يوتوف عكم سيد الوزير نعرف عكم ميدانيا زيارة الثالثة كانت لكم المركز الوطني للسرطان نختار تركزوا لي وتعيدوا له الكرة. طبعا نظرا لحالة أهله الصحية وحالة أهله النفسية. شكرا إكسلانس خمس دقائق. شكرا لاخوه خمس دقائق راه لي لاه نحاول كاني نجاوب اللي قديش نجاوب عليه منه. في ناحيه الادويه فما السيره لاهي نتكرر بالعجله هي بتكرر كاع الاخوه اللي في بلاد. القانون قانون رجعي عنده سير رجعي ياس الناس فهم له خاسر خارقه فيه ماده تقول انه ما هو رجعي ما هو رجعي للملكيه ومكتوب فيه عن ما يقدر يملك صيدلية ما هو صيدلاني يك رواية خاصة قانون نص عن ملاك كان ما هم صيدلانيين يقدر يتابعوا قال ما تري يقدر يملك ما هو صيدلاني قال له أخرى فر ما رجع لي وإذا قانونيا واضح فيه. فيه في أخبار الأدوية فما أخبار هذا المورد احنا ما هي مؤسسة مورد احنا الهامنا عنا هي قاعدة تخرج دراسة احنا
الدراسه تقول حقيقه الصيغه اللي نعدلوا غير البيان اللي عدلنا في مجلس الوزراء عن النظر اللي عندنا عن لابد يعود يوحد قناه التوريد. معناها شنو؟ لان له نظريا يعدلوا الصفقه وينقال وين هم موردين عالميين ما هم مستعدين يبيعون الدواء، هم موردين هو لا يبيعوا الدواء ونناقشوا كان نجبروا اشوى الدواء باقل السعر ومده السنوات للسنوات اربعه خمسه لا يعود جميع الموريتانيين يسوى كاميك ويسوى موردين يشرون عند نفس الحاله، ياك نجبروا توحيد جوده وتوحيد الادويه. قال لا يعود الطريقه طريق واخذه عن طريق كاميك، معناها لا يخزن في كاميك ولا يترفدوا كاميك، يكون مورد عنده كيف تقبيل دي ستوكاج اجريي لا يقد يعطانو يتم ستوكي، واذا قاعد يتم يشريه مباشره. اذا نحن لا نوحدوا المصدر، هي ما هي مؤسسه لا يتعدل التوريد، كيف قال احد قبيل كانت يتعدل التوريد تبيع قاع مباشره ونرفعه. هذه عن فم صيدليات الداخل ما من ناحية الخاصة مواعدينهم، من ناحية صيدليات المستشفيات عدلوا نفس الحالة قال فم دقيقتين لأن حاولوا كانين الأمانة الطرقية في الأيام المقبلة دور تشوف فيها في رواية دور تصركم فيها إن شاء الله بصفة حقيقية. موبيلين خارجيين خطنا فيهم بسيطة، أولا عدنا جماعة وقلت لهم بالحفل واحد لا بنتوافقوا نحن والتومه، عندنا فضاء عندكم التومه فضاء عندنا احنا، ما عندكم التومه لان نحن المواطن الموريتاني لا يتعاونوا الصيف نلحقوها له. قال ايش عندنا عمليا؟ حضروا معنا له مخططات هذو المرتقيات، وقلنا لهم حضروا معنا اولوياتكم حاولوا تقنعونا بهم. قال لي عدل لك اللي في الخطه، عندنا يعني تمويلات فات حد معروف من اللي هديس وعدل لا اولويات عندنا. فرض على الطبيب، انا بعد ما هي اقتناعي انا طبيب على الاطباء ودون فرض عليهم، حتى قانون اليوم عاطينا انه فرضوا عليهم يقول لهم ما عندكم يكون طب عام. قال طبيب تفرضوا عليه لكن لا يعدل فم ما تلا فيه ثقه. طبيب مونك عنا يشتغل بسبت ثمان وقت ولا نعشال عنا نمشوا عليك طريق منين تكدوا انه يمشي. انا قاعد اقترح لكم كلمه اخيره في هذه الدقيقه اللي ما زالت. مشاريع حالات جاريه من تعهدات رئيس الجمهوريه ودور يقبلها الخطه اللي تخلي ان شاء الله، ولفتنا عدلنا فيها عن الحالات الجاريه اللي خطيره انها تنقبل بقدر النظر عن ذاك ويعقب يخلص حد عقب ذاك. سكر الاطباء فتنا ريناهم مرتين ونتخموا معاهم في صيغه نقدوا نعطوهم ذاك الرول. واول شيء قفلناه ولحقناه العداله اللي قلتوا، واليوم يتخلصوا الحكومه ما تلوه برد مين كانوا اليوم هذو عين عليك الاطباء. لا هنا لا هنا لا هنا لا هنا عدل ترخيص عام نختار هون. اولا نشكر التلفزيون ونشكركم انتم ونقولنا ندور ان شاء الله ونجبروا معاكم اجبار عين علم مدونين في الوزاره، ونقبضوا ان شاء الله الوقت الينا اللي عندكم الاسئله ان شاء الله تطرحوهم علينا، وان شاء الله نحن منفتحين. اولا الست لا يعد انفتح، وثانيا مستشار الاتصال ان شاء الله ليتم بيننا كانوا وفرنا ذاك بقدر اللي احنا مهم عندنا هؤلاء القنوات نعملوهم. نختار هون توفنا نشيد ونقول ان احنا عندنا توجيهات صريحه ان شاء الله وانا ماشيين قدام، ومن ذاك تقول الناس اللي راشين ان شاء الله ندون عدلوا ان شاء الله تعالى مقد ان ما ندون نولي التلفزيون بعد ما نولي. مرحبا بكم وسهلا دائما. شكرا جزيلا معالي وزير الصحه محمد الدكتور محمد نذير والحامد، شكرا جزيلا لكم. شكرا ايضا للطاقم الذي رافقكم كلهم باسمه وصفته. شكرا ايضا لزملائي الذين اعطوا طعم ونكهة خاصة لهذا اللقاء. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الأكارم. في نهاية هذه الحلقة نقول لكم تحياتي وتحيات الفريق الذي شارك في إعداد هذه الحلقة، خاصة المخرجة تبا عبدي. وإلى أن يتجدد لقاؤنا أترككم في أمان الله.